سألتش نفسك إزاي؟ إزاي تشوف حلمك الصغير بيكبر قدام عينيك؟ أكيد محدش قالك إن الحياة لعبة، لعبة ليها أصول ومبادئ، وإن طريق الألف ميل مش بيبدأ بخطوة، لكن بيبدأ بخطوة صح. الحياة مغامرة مش بيفوز فيها غير اللي عارف أحكامها وفاهم كويس الأصول. أصول اللعبة مع محمود عبد الشافي، قريبا على النهار. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الكشري المتين. تعالوا نشوف كده لما حطيناه على العين الهادية بقى شكله عامل ازاي. تعالي 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 بص اهو، ايه رأيك؟ هنقلبه تقليبة كده، بصي من الجنب كده اهو، بعمل كده اهو، بسلك وبسيبه بقى على النار الهادية. البخار ده هيخليه يفلفل بقى فلفلة كده ما حصلتش. وهنعمل كمان حركة كده هقول لك انا هعمل فيها ايه. يمكن انتوا حافظين مني دايما انا بعمل ايه. اهو عارفة بقى، علشان يعني زي ما بيقولوا يتكمر كمان وكمان، انا هكمره بقى دلوقتي. بصي اهو هعمل كده واغطي كده، كده بقى ضمنت ان مفيش اي ريحة بخار هتطلع من قلب الحلة، اكني بسويها كده في البريستو. البخار ده هيكتم بقى كمان، مفيش ولا حاجة تخرج من الجناب خالص اهو، وعلى النار الهادية ونسيه. تعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا هاجي دلوقتي هعمل الرز بلبن اللي هو اللي بالكنافة. هتعمليه ازاي؟ تعالي نشوف هنعمله ازاي. هتجيبي اللبن اهو، وهتقومي مدوبة فيه معلقة أو معلقتين من النشا. أنا بقول كفاية عليه المعلقة الكبيرة دي اللي احنا حطيناها، لأن أنا الحقيقة بحب إن الرز بلبن يستوي كمان في النشا بتاع الرز نفسه. أهو الحل على النار، عايزة أظهر أنا طعم المستكة كويس، فهنزل بالمستكة هنا الأول في قلب الحلة تسيح من الحرارة. طيب بعد لما المستكة هتسيح من الحرارة، أنا عايزة أطمن إن النشا داب كويس علشان ما يكلكعش، لأن النشا زي ما احنا عارفين لما بيتحط على النار على حاجة سخنة بيقفش كده وتلاقوه إيه؟ كلكع. ريحة المستكة بدت تطلع أهي، مخرجنا الجميل هيجيب شكل المستكة وهي سايحة أهي. حلو الكلام الجميل ده، وابتدت تطلع دخان اهو. هقوم نازله بالميه اللي بتغلي. خلاص ليه نازله بالميه اللي بتغلي؟ لان انا لو حطيت الرز يغلي في اللبن اللي هيحصل ان اللبن هيفور، وانا عايزه اسويه براحته جدا. هنزل بالرز المغسول اللي زي الفل اللي بالشكل ده كده، وهسلقه في ايه كمان؟ في السكر، علشان كل ما يغلي الرزايه نفسها تبقى مسكره وحلو. اهو مقادير هتنزل معاكي على الشاشه حالا. اهو هيفضل يغلي، وبعد كده ادي المقادير نزلت لحضراتكم. هحط شويه الفانيليا، بقلب وهسيبه على جنب كده يبتدي يغلي مع نفسه لحد لما يستوي. ممكن اعلي النار شويه، وتعالي نشوف هنعمل الدقه بتاعه الكشري. مش الدقه بقى، السلطه اللي هناكلها جنب الكشري.
عارفة أنا مرضتش أجيب الهاند بلندر علشان عايزة أعملها بالطريقة اللي إحنا بنعملها من زمان، اللي هي اللي بإيد الهون، بيبقى ليها طعم الحقيقة يجنن. تعالي بصي هتعملي الخلطة إزاي. هتجيبي فلفل حار بالشكل ده كده أهو، وهتجيبي ورق كزبرة بالشكل ده، يبقى دي الفلفل الحار مع الكزبرة. وهجيب توم اهو، وتعالي نشوف هنحيقها بايه. ادي فلفل اسود، وعندي هنا كمون، وعايزه شويه كزبره ناشفه. طيب اهي ادي الكمون، وادي شويه الملح، وادي شويه الكزبره الناشفه. وتعالي نشوف هنعمل ايه. هندق الكلام ده كده اهو مع بعضيه. طبعا الملح بيعمل ايه؟ الملح بيخليها تدبل اهو، ده بيدي بقى طعم فظيع، مش قادره اقول لك يبقى حلو قد ايه. ودايما لما تيجي تدقي الهون في قلب المطبخ تكوني حاطه فوطه زي ما انا حاطه كده علشان الرخامه بتاعتك ما تتأثرش او ما تتكسرش اهو. ده السلطه دي بقى هي اللي هتعمل شغل عالي جدا جدا مع الكشري، مش قادره اقول لحضراتكم. عارف يا جوري انا حاسه ان انا عامله لك كرومه تحت ايد الهون. بس انت رايك الكرومه دي؟ طيب اهو تدقي وتخليها انها تبقى بقى ايه، مهريه بقى كده خالص. طبعا انا ما حطيتش شطه لان الفلفل ده حر جدا. طبعا هتجيبي دلوقتي البوله ثانيه بالشكل ده كده، وبعدين هنقوم واخدين بقى الخلطه المتينه دي كده. شايفه انا عايزه ادق لحد لما الاقي معالم الكزبره اختفت، ورق الكزبره اللي احنا كنا حاطينه بصي اختفى اهو بالشكل ده. مفيش احلى من الهون الحقيقه، بيطلع طعم الاكل يجنن. بعد ما عملنا كده هتقومي جايه وعامله كالاتي. هنجيب هنا طبعا شويه زيت، وهتحطي كمان شويه خل، ده كل ده الحباش اللي بيدي الطعم اللي يجنن. ادي شويه الخل، مفيش مانع من ليمون معصور بالشكل ده. هتقومي واخده القصه دي كده كلها مقلباها، وهتقومي نازله بالطماطم، وادي الخلطه المتينه دي نزلي بيها هنا كده. وتعالي نشوف هنعمل ايه. هنا في عندنا كمان طبقين اللي هنحط فيهم، هما دول يا ليسي. ماشي يا ليسي، مش هزعلك، انت عارف يعني انت اخويا الغالي. طيب بعد ما قلبنا بالشكل ده كده، طبعا يعني السلطه دي عشان تاكليها طعمها حلو ما تحطيش الحياق عليها ده من بدري. ليه؟ الطماطم فيها نسبه ميه، فاحنا هي فيها ملح وخل وليمون، هينزلوا الميه اللي في الطماطم فهتتهري، فتعمليها قبل الاكل على طول اهو. ادي الطماطم المخلله اللي هتتاكل مع الاستاذ كشري ابو عدس بجبه. دي الطماطم ابو خلو، عارفين الطماطم ابو خلو؟ هي دي. كان في البرنجان ابو خلو، دي البتنجان ابو خلو، الطماطم ابو خلو اهو. ادي قريبين الطماطم، حطهم هنا عبال ما نروح نشوف بقيه الحاجات الجميله بتاعتنا دي اللي احنا بنعملها. وعايزين نعمل ايه؟ الدقه بتاعت الكشري. تعالوا نشقر هنا
شايفين ابتدى الرز ينزل النشا بتاعه ازاي؟ اهو بالشكل ده. ممكن انا كان نفسي تكونوا معايا هنا علشان تشموا الريحه بتاعه المستكة مع الفانيليا. اهو بتحطي ميه مغليه شويه بشويه اهو. كل لما الرز بيشرب الميه كل ما ينزل لك نشا تنشي لك الرز بلبن اهو. وسيبيها على النار. هاجي هنا دلوقتي واقوم جايبه الكلام ده حطاه هنا فوق. تعالي معايا يا احلى عروسه في الدنيا اعلمك كل الجديد. تعالي بقى معلش يعني هناخد حله واحده بس علشان نعمل فيها الطماطم. هتعملي الطماطم ازاي؟ الطماطم اللي بناخدها بقى اللي هي الصلصه بتاعت الكشري. ادي شويه الثوم. هي طبعا بتاخد ثوم شويه حبه حلوين يعني علشان تديكي بقى الريحه الحلوه الجميله دي اللي انت بتشميها في قلب المطاعم وبتجوعنا. بيحب كمون. حط شويه زيت. اول ما الزيت اول ما التومه تبتدي تاخد درجه اللون الذهبي الحلو انا بعمل ايه بقى؟ بحب اشوح الكمون مع التوم بيدي ريحه حلوه جدا. مش قادره اقول لحضراتكم قد ايه. اهو انزلي بقى بالكمون حبه كمون حلوين كده محترمين من اللي وصى عليهم التاجر اهو. وتعالي شوحي فيها معاها التومه بالمنظر ده اهو. ده ايه الجمال والريحه دي؟ محضره الطماطم جنبي ومحضره الخل جنبي. اول ما تبتدي كده تشكشك وتاخد اللون الذهبي الجميل ده الكشري ده عايز اللي يغني له. تتصدق نغني له غنوه الكشري؟ نطلع اغنيه جديده اسمها غنوه الكشري. هاجي هنا. شايفين الكشري مفلفل وزي الفل ازاي؟ الفلفله بقى دي شايفين الفلفله دي عامله ازاي؟ اهي بصي بصي مش حاسه ان هو قافش في قلب المعلقه اللي بقلب بيها اهو. وطبعا دي ظبطه ميه مع الغطا اللي انا بحطه دايما بتاع الفويل ده اهو. هعمل كده وهغطي تاني. وهنروح هنا للتومه بتاعه. شايفين درجه اللون؟ تعالي بقى ننزل كده بالخل اهو. شويه الخل الحلوين دول اهو. ونقوم نازلين بعصير الطماطم بالشكل ده. وتعالي نحيقها بشويه الملح. وممكن نحط لها كمان شويه شطه بالشكل ده. ونسيبها على النار تغلي. طيب عايزين احنا نعمل حاجه كمان. عايزين نعمل الدقه البيضة اللي بتبقى عند الراجل في قلب المحل. خلاص تعالي نشوف هنعملها ازاي. الطريقه بتكون سهله جدا وزي الفل. هتيجي هتجيبي بوله وهنحط فيها ليمون وهنحط خل بسيط جدا وهنحط توم اهو. مع التوم هتقومي عامله كالاتي. هتيجي هنا وتقومي حاطه شويه ملح شويه كمون بالشكل ده وشويه الكزبره الناشفه. وانا بعمل حاجه علشان ما تبقاش زعقه قوي 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 بزياده. ممكن تزودي شويه صغيرين من ميه مغليه اهي. خلاص هنحط كمان شويه شطه
وهنقلب. وتعالي نشقر على الرز بلبن قبل لما نروح الفاصل، علشان انا عايزه احط اللبن هنا اهو على الرز. شايفه الرز اهو بدا يبقى عامل ازاي؟ انا هشيل دي لان انا المفروض اقلب بالسيليكون زي ما اتفقنا مع بعض، عشان السيليكون هو اللي بيحافظ على الحلل علشان ما تتجرحش. اهو بالشكل ده. تعالي ننزل بقى باللبن اهو. ايه رايكم؟ هنروح فاصل صغير جدا ونرجع يكون الرز بلبن استوى ونبتدي بقى نغرفه ونشوف الحاجات اللي هتتحط عليه. فاصل ونواصل، ابقوا معنا مع الرز بلبن والكشري والدقه والصلصه. يلا بينا. شفتي يا بنت المواعيد في المهرجان؟ كنت هموت من كتر الضحك. استنى ما اشوف مين على الويت. ده انت يا هوري زنان قوي يا بنتي. احمد هوري عمال يكلمني عايز نطلع معاه في حلقه. لا طبعا مش هطلع. انت ما تعرفيش انه بقى مذيع؟ بقى مذيع يا حبيبتي. اه ما كلها بقت مذيعين، انا بقيت مذيع ما جاتش على اي حد يعني. ثانيه يا بنتي بقول لك عمال هوري يا حبيبي عامل يا ابني عماله اتصل بيك عشان اطلع معاك في حلقه زي ما انت قايل لي وعماله ازن عليك وانت ما بتردش عليا. طب ليه انا ما بردش؟ ايوه وبعدين موضوع التمثال قلت لي هجيب لك تمثال وفضحتك في الفيسبوك. استنونا مع شيماء سيف في حلقه جديده من وشوش. وشوشة مع احمد الهواري الخميس الثانية عشرة صباحا على النهار. إحصائية دلوقتي يا فندم في عام 2018 مليون حالة طلاق. أنا من منطقة تل عارف، بقول لحضرتك إحنا طلعنا بقالنا 3 سنين من مكاننا ورمونا في الشارع بالقوة الجبرية ومتمرمطين لغاية دلوقتي ما خدناش من الحكومة أي بديل. نقلة جميلة جدا. ده انا كنت بشوف شباب كانوا ما بيقعدوا يشربوا حاجات مش كويسة وبتاع وحاجات من ده، هنا كل ده راح انتهى انتهى. يعني انا استغربت يعني دي خلت دي بروارة السيدة زينب. محدش يا بيه يتوقع ان كانت دي هتحصل كده. عشان تبقى عارف الله اكبر منطقة بقت حلوة والناحية التانية اتشطبت وفي شغل جامد هنا. الله اكبر يعني. هجر اهالي الوراق. ما الوراق اهي حتى لو يعني ما حدش يرضى بكده. ما الناس قاعده اهي كويسه، مش حاجه، مش اي مشكله. ما فيش حد طلع حد من بيوته ولا اي حاجه. لا ما فيش حد اتطرد طبعا من بيته. لا ما شفناش حد مش من الوراق. لا ما شفناش حد مش من الوراق خالص ولا حد بيته قدامنا. لكن هنا ما فيش اي حاجه، هنا الدنيا ماشيه تمام، ما فيش اي غلط. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الرز بلبن ومع الكشري الجميل. أنا هحط هنا دلوقتي الرز بلبن هنا جنبي على النار اللي فوق دي، تغلي كده غلوية. وهنا هنعمل مع بعض الشطة الزيت. تعالي نشوف الشطة الزيت هنعملها ازاي. هاجي هنا وأقوم حاطة شوية زيت حلوين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. طيب انا هطفي النار هنا على الصلصة بتاعت الكشري. خلاص كده خلصت، هغرفها في قلب الطبق
اهو بالشكل ده. ونروح نودي هنا على السفرة بتاعتنا بالشكل ده. الزيت هنا عندنا سخن، هبتدي انزل بفلفل حار هنا، ياخد بس كده يدوب شوية حرارة كده حلوين. يعني انا بحط طبعا الشطة العادية، بس انا عايزة يكون في شكل حلو كده ومختلف وتدي حرارة اعلى. اهو ادي شوية الشطة. شايفين الجمال؟ خليها بقى كده دي مع نفسها هنا عبال لما اغرف الكشري الجميل. هعمل كده اهو بالشكل ده. وطبعا تاخدي بالك لانها من الحاجات اللي بتبقى ريحتها نفاذة جدا. طبق اهو بتاعها اللي هنغرف فيه. طبعا الفلفل لما بياخد الزيت الطعم بتاعه كمان بيبقى ريحتها وطعمها حلو قوي. لا بتحطي بقى عليها مية ولا بتحطي عليها خل ولا اي حاجة. اهو بالشكل ده. انا طبعا بعد البخار عن مناخيري خالص علشان ما تسرقيش، وانتي كمان في المطبخ اعملي كده. اهو شايفين؟ شايفين درجة الغليان بتاع الزيت عامل ايه؟ اظن اول مرة نشوف زيت بيغلي في طبق. مش هتلاقوه غير هنا عندي بس. هناخد الكلام ده ونوديه هنا كده. وتعالي بقى ايه؟ هنقلب هنا الرز بلبن الجميل اللي ربط ده. والرزة مستوية وزي الفل. هطفي النار خالص اهو. وتعالي نغرف الكشري الاول. شايفة الجمال؟ اهو طالع زي الفل على وشكوا يا احلى مشاهدين في الدنيا كلها. اهو ولا حاجة لازقة والدنيا زي الفل. تعالي نشوف هنعمل ايه. اهو بصي شايفة الحلة زي الفل اهي. هنيجي هنا وهجيب المقصوصة دي. بصي الرز اهو شايفة وانا بحطه، شايفة مفلفل ازاي اهو. بإيه الجمال ده؟ حاجة حلوة بجد لما تعملي حاجة كده سهلة في حلة واحدة وما تتعبيش نفسك. اهو ادي شايفين الدنيا مفلفلة وزي الفل ازاي. على الرغم لما تشوفيني وانا بقولهولك في الاول تقولي مش ممكن، هي المكرونة ازاي هتستوي؟ طب ده هتنزل النشا بتاعها، طب ده هتخلي الدنيا تعجن خالص. الدنيا هي بقت زي الفل ومفيش مشاكل معاكي. وزي ما اتفقنا على ظبطة المية، شايفين الفلفلة عاملة ازاي؟ بجد عملنا كسر في وقت البرنامج اساسا وسويناه اهو جميل وزي الفل اهو. تعالي بقى كده نظبط الدنيا ونشوف شكل القارب ده كده هنوضبه ازاي. هنجيب الرز العيش المحمص ده بالشكل ده، وهقوم جايه موضبه بيه الطبق بتاعنا. تعالي نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ادي العيش المحمص هنحطه كده. طبعا احنا في المحلات بيجي لنا وبيرشوا عليه شويه ملح وشويه كمون، وممكن ساعات في بهارات بطاطس بتتباع في قلب المحلات دلوقتي بيبقى الحياء بتاعها طعمه حلو جدا.
اهو، وادي الكميه اللي هتقضي العيله كلها بتاعتك في قلب البيت. وهناخد واحده هنا كمان نحطها بالشكل ده. ايوه، عايزين نحط شويه دمعه كده، دقه الطماطم الجميله دي بالشكل ده. وبعدين هروح اجيب الحمص بالشكل ده كده، كده. وتعالي نحط بقى البصل بتاعنا، تعالي نشوف هنحطه ازاي. ادي شوية الورد اللي احنا بنحبهم. حاضر، عايزين اكسترا ورد الاستاذ جوهري من فضلكم، واحلى طبق دلوقتي هيروح لحضرتك على الكنترول. عينيا الاثنين. طيب الـ 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 العدس زياده، تحب حضرتك العدس زياده طيب بس، ولا الحمص زياده، ولا ايه؟ شكله طبعا كده بعد ما خلص يجنن جدا. انا هخلي استاذ جوهري يتغزل في الطبق عبال ما نبتدي نغرف الرز بلبن بتاعنا. طيب طبعا في ناس كتير بتحب تحط ليمون على الكشري. هناخد كام سلايز ليمون من هنا كده، هنحط هنا كده. اللي بيحب يعصر ليمون عليه مع الشطه بالشكل ده اهو. وهنودي الليسي طبق بس هيبقى فيه اكسترا شطه، معلش. طيب اهو، هاخد ده كده نحطه هنا، وتعالوا نغرف مع بعض كاسات الرز بلبن اهو. هتجيبي كاستين بالشكل الجميل ده كده، وهتجيبي كبشه، ونبتدي نلعب بالقصه دي. طبعا احنا ممكن نحط شويه كنافه تحت كده في الارضيه بتاعه الكاسه. والكنافة على فكرة موجودة في محل كده في ميدان السيدة مشهور جدا. روحوا في ميدان السيدة واسألوا، قولوا فين محل الكنافة اللي هناك، هتلاقوه بيعمل كنافة وقطايف طول السنة مش في رمضان بس. اهو هعمل كده، بعدين هاجي واقوم حاطة شوية زبيب، شوية عين جمل، شوية بندق بالشكل ده. مفيش مانع ان احنا ممكن نرش كمان رشة من فوق بتاعة الكنافة اما تهدى. اهو هنحط هنا كمان كبشة كده، وهنكرر شوية المكسرات الحلوين وشوية الزبيب. وطبعا الرز ده بقى اللي بيبرد بعد الأكلة اللي احنا عملناها دي دلوقتي. تبرد النار بتاعة الكشري وبتاعة الدقة والتقلية، كل اللي احنا عملناه ده. وهناخد من هنا كمان شوية كده، وعندنا هنا شوكليت. تعالوا نشوف هنحطها على وشها ازاي. اهو شلنا الكلام ده كده، وتعالي نشوف هنعمل مع بعض ايه. وده
النهارده السفره الحقيقه عامره باصناف تجنن وطالعه كلها زي الفل على احلى عيون مشاهدين في الدنيا كلها. اهو شلت ده كده وهاجي هنا اجيب شوكولاته وهقوم حطهم كده بالشكل ده وهاخدها احطها على السفره بتاعتنا هنا بالشكل ده كده ونشيل بقيه حاجتنا اللي هي موجوده هنا كده جنبينا. يا رب النهارده تكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واكون قدرت ان انا امتعكم قد ما انا بستمتع بيكم وبوجودكم معايا. اشوف وشكم بخير في حلقه جديده بكره من الف هنا. شكرا ليكم والسلام عليكم.
يا اهلا وسهلا بيكم. اتكلمنا في حلقه قبل كده عن مشكله بتهم معظم السيدات اللي بتتفرج علينا، وهي مشكله الاجهاض المتكرر سواء في الحمل الطبيعي او في الحقن المجهري. بس خلونا نخصص الحلقه دي اكتر للسيدات اللي بتعاني من تاخر الانجاب وعملت حقن مجهري وبيحصل عندها اجهاض متكرر. وهنسال دكتور احمد ازاي بقى بنتفادى الاجهاض المتكرر، او ايه الخطوه المختلفه اللي ممكن تحصل في الحقن المجهري علشان نقلل من مشاكل الاجهاض المتكرر. هيجاوب على السؤال ده الاستاذ الدكتور احمد عبد الله، استشاري الحقن المجهري واطفال انابيب بمركز دار الطب، وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن، والمدير الطبي بمركز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. واتكلمنا في حلقه اللي فاتت عن اسباب الاجهاض المتكرر، وحضرتك تطرقت للحمل الطبيعي والحقن المجهري. خلينا اتكلمنا بالتفاصيل اكتر عن الحقن المجهري ونكمل باقي الموضوع، ونتكلم بقى في النقطه الاهم اللي حضرتك هتعملها ازاي بتتفادى هو مشاكل. هو الاجهاض المتكرر في هو مدارس البعض غير مؤمن بهذا الموضوع نهائيا، وبيعتبر انه ولهم الحق برضه. هو بيعتبر انه السيده اللي عندها اجهاض هي سيده بتتعرض وقتيا لهجوم لهذا الجنين. قد يكون هذا الهجوم غير مستمر ومش وقتي، تمام، وقد يكون هذا الهجوم كل مره بتحمل بيحصل. وحقيقة كثير من السيدات اللي بيحصل عندهم إجهاض مرة واثنين وثلاثة في مرة من المرات سوف يستمر الحمل، ولكن درجة التحفز لهذا الحمل لابد أن تكون مختلفة عن الست اللي هي بتحمل وبتولد. أكيد الإجهاض المتكرر زي ما قلت لحضرتك في مراكز تأخر الإنجاب هو أكثر من مدرسة. خلينا نبعد عن المدرسة الإكسنتريك لأن دي مش موجودة في جمهورية مصر العربية. الحديث عن هذا الموضوع هو حديث يعتمد على فكري أنا وليس ما هو مكتوب في الكتب. أوكي. عشان الناس ما تفتكرش أن أنا يعني في حاجات أنا بتكلم فيها، لو أي حد راح في أي حتة في العالم قرأ كتب، ذاكر في كليات الطب، خد محاضرات في المؤتمرات اللي تخص هذا المجال، هو نفس الكلام. إنما ما يخص الإجهاض المتكرر يختلف من فكر طبيب إلى آخر ومن مدرسة إلى مدرسة أخرى. طب كلمنا عن مدرسة الإجهاض الحمل هو عبارة عن حيوان منوي وبويضة. هايل. الحيوان المنوي دوره هو دخول داخل البويضة، وعلى فكرة الحلقة دي غالبا هتكمل الحلقة اللي بعدها إن شاء الله. الإجهاض الحيوان المنوي هو عبارة عن رأس ورقبة وديل. الذي يخص الإجهاض في هذا الموضوع هو الرأس. أوكي. لأن الرأس هو ما يحمل الصفات الوراثية عند الرجل. رأس الحيوان المنوي في بعض الأحيان بيكون فيه اضطراب في التكوين أو خلل في التصنيع، ليس للكروموزومات ولكن للمادة اللي موجودة حوالين الكروموزومز. ده اللي احنا بنسميه abnormal DNA. الابنورمال اللي هو DNA fragmentation test، اختبار DNA fragmentation يعني تكسير الحمض النووي. الDNA fragmentation test ده هو تحليل اتى من دولة من الدول الاوروبية، هو عبارة عن مكنة، المكنة دي بتكبر الحيوان المنوي بطريقة معينة وبتسلط عليه الضوء فبيبان زي لما اجي انا ابص على الفستان بتاعك من بعيد هو لونه اسود، او ان انا امسك عدسة وقرب وابدا اشوف النسيج بتاع القماش الاسود ده شكله ايه. ان كان النسيج متناسق يبقى ده دي ان ايه سليم، ان كان في نوع من انواع يعني الانوار المختلفه او الالوان المختلفه مع الاسود فده معناه انه قد يكون، وده تحليل بيختلف المكنه من مركز الى اخر. اللي بيقولوا ان هم بيعملوا دي ان ايه هم كثيرون، ومن يقرا الدي ان ايه صح هم القليل. هذه المكنة موجودة في مراكز كتير في جمهورية مصر العربية حاليا، بس اللي بيقرأ هذه القرايات بتاعت الدي ان ايه قليل من الكثير. الدي ان ايه فراجمنتيشن ده لو في لخبطة فيه بيتاخد بعض الأدوية ما قبل البدء في علاج لهذه المرأة لحدوث حمل طبيعي أو لحدوث حمل عن طريق الحقن المجهري. كثير من هؤلاء الرجال، وأنا بعتبر أن 8 في كل 10 لن يعود الدي ان ايه إلى أنه يبقى سليم، لأن دي طبيعة في تكوين هذا المصنع. وبالتالي الدي ان ايه ده هو أن احنا بنحله حاليا بأن يتعمل حاجة اسمها عينة من الخصية. العينة من الخصية لن تغير من كفاءة الحيوان المنوي ولن تغير من شكل الحيوان المنوي أو الخواص بتاعته، بس هتقلل المجهود اللي بيبذله هذا الحيوان المنوي وصولا إلى الكوباية، وبالتالي
هتبقى تركيبة الحمض النووي حتى لو فيها نوع من أنواع الاضطراب، أنا قلت لك ما فيهوش لخبطة في الصفات الوراثية، هتقلل من أنه هذا الجنين يبقى فيه فرص للإجهاض فيه، أو في الستات اللي عملوا أكثر من محاولة حقن مجهري وفشل. أوكي. ده فكر ينهجه حاليا البعض من العاملين في مجال الذكورة، وحقيقة أكد بالأرقام عندنا أن الرجال اللي عندهم abnormal DNA بياخدوا علاج لفترة ليست بطويلة، وحال وصول هذه المرأة إلى سحب البويضات، إن كانت هتسحب بويضات هيتاخد الحيوانات المنوية، يفضل أن تتاخد الحيوانات المنوية من الخصية وليس عن طريق القصف. أوكي. ممكن يبقى الراجل عنده مشكلة في الصفات الوراثية، يعني حضرتك تعملي تحليل دم اللي هو تحليل كروموزوم، هو راجل زي الفل بس الكروموزوم 13 متشعلع على 15 ايا كان الاضطراب الوراثي اللي موجود، وهذا الاضطراب الوراثي قد يكون، ودي احنا ما بنعرفهاش، اللي بيعرفها هو دكتور بتاع الوراثه، لان دكتور الوراثه البشريه هو اللي يقدر ان هو يفتح المراجع بتاعته ويقول لك والله لما دي تبقى فيها مثلا الكروموزوم نمره 13 في حته منه ناقصه، في حته منه طارت وراحت وقفت على عند الكروموزوم نمره 17، حاجات في الخريطه الوراثيه بتاعه الرجاله دي في بعض الاحيان بيكون ده مسبب لفشل محاولات الحقن المجهري او للاجهاض المتكرر. اوكي. اوكي. او لتاخر الحمل غير معلوم السبب، والثلاثه على فكره اولاد عم، يعني هم الثلاثه قريبين خالص من بعض. ندخل بقى عند الست، الست عباره عن بويضه، والبويضه دي فيها نواه وفيها سيتوبلازم، النواه تحمل الصفات الوراثيه، عاده الستات اللي عندهم مشكله في البويضات بتاعتهم بتبقى ظاهريا باينه جدا للعين المجرده او سوري للعين تحت الميكروسكوب. وبالتالي حتى لما بتحقني داخل هذه البويضات حيوانات منويه، يا بيبقى التقصيب ما حصلش، يا بيبقى الانقسام ما حصلش، يا بيبقى التخصيب وحش، يا بيبقى الانقسام وحش جدا، يعني في الاخر بتلقطيها بدري بدري، شكلها بيبقى باين، ولكن ظاهريه الجنين حتى لو كان سليم تماما او ممتاز جدا في المعمل، هذا لا يعني ان هذا الجنين لا يحمل اضطراب وراثي. يعني انت بس بتبصي عليه تحت الميكروسكوب بتشوفي تقولي ده 8 خلايا، ده 10 خلايا، ده بلاستوسيست، ده موري، لا ايا كان المرحله بتاعه الانقسام بتاعه بترجعيه. بس هل ده معناه انه هذا الجنين هو جنين سليم وراثيا او لا؟ ده موضوع تاني. الفحص الوراثي للاجنه هو اللي بيدخلك تاخدي خليه من الخلايا المنقسمه داخل الجنين، كل جنين على حده، وتبداي تفحصي هذه الاجنه لمعرفه من الجنين السليم من عدم، وهذا يختلف عن اللي هو الفحص للذكور واناث، لان ذكور واناث انت بتفحصي كروموزومين بس اللي هو الاكس اكس والاكس واي. خلاص. انما ان كنت هتفحصي كامل الكروموزومز فده موضوع، وان كنت هتفحصي جزء من كروموزوم لان انت بتشكي في مرض او شخصتي مرض عند الرجل والمراه، وهذه الامراض شائع ان هي تنتقل الى الاجنه، وشائع انه مع انتقالها للاجنه تكون هذه الاجنه غير قادره على الالتصاق او يحصل الاجهاض، وبالتالي الستات اللي عندهم مثل هذه المشاكل في الخريطه الوراثيه بتاعتهم هي او جوزها، بيلجا الطب الى الفحص الكامل للكروموزومز او لجزء من الكروموزومز. وان كان هيفحص جزء من الكروموزومز هذا مكلف جدا جدا جدا. عن الفحص الكامل؟ طبعا الفحص الكامل ده انا ببص على دي تقنيه مختلفه تماما عن تقنيه ان انا اكون بدور على مرض معين موجود على كروموزوم معين. طب ما انا اوكي بس سؤال، بس انا اعمل فحص كامل كده كده هيبين لي كل المشاكل؟ لا، في فرق بين ان انا امسك القلم ده وابص عليه او ان انا افتح القلم ده وامسك في الخرطوش اللي جوه الحته اللي في الوسط وافصلها وافردها وادور فيها على حاجه معينه. الحبر اللي جوه ده انا بدور على حاجه في الحبر في لو هو الخرطوش في الحته دي من الخرطوش من جوه، انما لو انا ببص على القلم من بره كله خلاص هو ظاهريا سليم ظاهريا. انما في الامراض لا يراها الفحص الكامل للكروموزوم. اوكي. انما لو هتفتحي الكروموزوم وتدوري جواه كل كروموزوم مليان ملايين الصفات الوراثيه وملايين الامراض.
طيب. ممكن يكون في مرض متشعلق على حته من كروموزوم وده فحص تاني خالص. طب خلينا نكمل الاختلاف في الفحص الوراثي في الحلقه الجايه. بشكر استاذ الدكتور احمد عبد الله استشاري الحقن المجهري واطفال انابيب بمركز دار الطب، عضو الجمعيه البريطانيه بلندن، المدير الطبي بمركز دار الطب. هنتكلم على الفحص الوراثي للاجنه الحلقه الجايه وايه فائدته بالنسبه لحالات الحقن المجهري وكمان لتفادي الاجهاض المتكرر. استنونا، ربنا يديكم الصحه، اشوفكم في فقرات مختلفه وازاي الصحه. هذا البرنامج برعاية ايه كارت اجازات الريم ده؟ ده بيقدم لك خصومات بتوصل ل 65% عند اكتر من 500,000 مؤسسة طبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى او دكتور او معمل تحاليل او مركز اشعة او حتى صيدلية. كارت اجازات الريم بيقدم لك كل العروض والخصومات دي ب 200 جنيه في السنة. ب 200 جنيه بس؟ انتي ممكن تتصلي بيهم على 16984 وخدمة العملاء هترد عليكي وتحدد لك كمان الدكتور او المركز اللي يناسب حالتك واللي قريب من بلدك. ورم كلمة صعبة جدا على مسمع أي ست، كلمة تخض، كلمة تخوف، كلمة ترعب. في ستات كتير مجرد ما تسمع كلمة ورم خلاص ده مرتبط عندها بالكيموثيرابي، ان هي خلاص عندها سرطان، ان شعرها يقع. ولو اتكلمنا على الأورام اللي ممكن تصيب السيدة، نسبة كبيرة جدا من السيدات مصابين بالأورام الليفية. بس أنا عايزة أقول معلومة والدكتور النهاردة هيصححها لي. مش كل الأورام الليفية هي أورام خبيثة أو هي أورام سرطانية، في نسبة منها حميد وإلا إذا كانت معظمها كده. فأنا عايزة أطمن كل سيدة بتشوفنا دلوقتي إن مش كل سيدة عندها ورم ليفي فهو ورم سرطاني خبيث، ولكن الأهم لو عندك ورم ليفي ممكن يأخر عندك الإنجاب. هل في حل؟ في حل، في نتيجة؟ في نتيجة، في حمل إن شاء الله، في حمل هيجاوب على الأسئلة دي. ضيفي اللي أنا سعيدة أنه موجود معايا النهاردة في إزاي الصحة دكتور شريف حنفي، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس واستشاري المناظير النسائية وتأخر الحمل. أهلا بيك يا دكتور. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام. زي ما قلت في المقدمة إن كلمة ورم كلمة تخوف، الستات والرجالة بيخافوا، أول ما حد يقول عندك ورم خلاص مرتبط إن هو الورم ده ورم سرطاني خبيث وإن هو كده مصاب بالكانسر. ونسبة كبيرة من السيدات بيصابوا بالأورام الليفية. عايزين نجاوب على السؤال الأهم قبل ما نبتدي نقول إيه هي وأسبابها وتشخيصها وبتيجي إزاي، وإن شاء الله نقول لهم طريقة العلاج والحل. هل كل الأورام الليفية هي أورام سرطانية؟ ولكن هل في منها نسبة حميدة؟ ونسبة قد إيه؟ كام في المية؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الاورام الليفيه هي اورام حميده، يعني كلها كلها كل الاورام الليفيه اللي في الرحم هي اورام حميده. حاجه تطمن جدا. يعني هو تعريف الورم الليفي هو ورم حميد من انسجه عضله الرحم. تمام. بيظهر في ربع الستات. طبعا بتفرق في عمل وراثي، في عمل عرقي، في الناس السمر اكتر شويه من الناس البيض. لكن تقريبا واحده من كل اربع سيدات هيظهر عندها اورام ليفيه سواء واحد او اكتر من واحد في حياتها. اغلبهم ما بيحتاجوش لعلاج لان هم باحجام وفي اماكن معينه في الرحم ما بتؤديش لاعراض. لكن بعضهم بيسبب اعراض وبالتالي بيحتاج لعلاج. كون ان ورم ليفي حميد ينقلب الى ورم خبيث ده شيء شديد الندره، يعني حاجه اقل من 0.5%. وبالتالي ما بنعالجش الاورام اللي فيها مجرد لانها احتمال بعيد جدا انها تقلب لورم خبيث، بنعالجها لانها عامله اعراض. عندي اسئله كتير في الموضوع ده هناخدها وهنتطرق ليها واحده واحده، بس خلينا نتكلم في السؤال الاهم. بتيجي منين؟ ايه اللي بيخلي الورم الليفي ده يظهر في جسم السيده؟ حتى لو قلنا انت حضرتك ذكرت من شويه العامل الوراثي، ممكن تكون وراثه، ايه الاسباب الثانيه اللي ممكن يخلي عندها ورم ليفي؟ احيانا في طبعا عامل وراثي وفي عامل عرقي وفي الحاجه الثالثه. عرقي اللي هو البشره السمراء اكتر من البيضه. اكتر من البيضه. ما حدش عارف سبب معين يقدر يعني يشاور ليه ويقول ان الاورام اللي فيها بتظهر بسببه، لكن وجدنا انه تاخر حدوث الحمل
عند السيدات مرتبط بمجموعه من الامراض منها الاورام الليفيه. أوكي. لانه الاورام الليفيه مرتبطه بافراز هرمون الاستروجين من المبيض، وبالتالي هو ده اللي بيكبرها، وبالتالي حتى بعد انقطاع الدوره بيتوقف نمو الاورام الليفيه. فالسيده اللي عندها تبويض مستمر لم ينقطع بحمل ورضاعه بتبقى اكثر عرضه لظهور اورام ليفيه. نلاقي ان السيدات اللي مثلا اتجوزوا في سن متاخر شويه او اتاخروا في الحمل وارد ان احنا نلاقي عندهم اورام ليفيه اكثر من اللي اتجوزت وحملت بدري واللي رضعت طبيعي. اوكي، تعالى نروح للنقطه الاهم وهي اعراضها. في حاجات معينه الست بتحسها تكون مؤشر ليها ان هي عندها ورم ليفي؟ في حاجات معينه. طبعا اول حاجه ممكن ما يبقاش في اعراض تماما ونكتشفها بالصدفه اثناء فحص روتيني بالموجات الصوتيه ان في اورام ليفيه. بالنسبه للاعراض في ثلاث مجموعه من الاعراض الرئيسيه. اول حاجه نزيف، والنزيف ده ممكن يكون نزيف صوره دوره شهريه غزيره او نزيف اثناء ما بين الدورات. ساعات بيبقى في الم، والالم ده ممكن يبقى الم مع الدوره او في صوره تقل طوال الشهر في منطقه الحوض. أوكي. الحاجه الثالثه اللي بتبقى موجوده بتبقى تاخر الحمل. وتاخر الحمل الاورام اللي فيها مش سبب صريح في حالات تاخر الحمل، مش زي مثلا بطانه الرحم المهاجره وتكيس المبيض. لكن وجدنا انه في حالات تاخر الحمل بتبقى عامل مساعد في حدوث تاخر الحمل، وبتبقى عامل مساعد في عدم نجاح الحقن المجهري، خصوصا لو الورم الليفي ده بالقرب او داخل تجويف الرحم. هنتطرق دلوقتي لمكان الورم وحجم الورم وقد ايه بيأثر في تأخر الحمل، بس كلمنا انت بقى رؤيتك كطبيب الطريقة الأصح لتشخيص الأورام اللي فيه. طيب، هو لو السيدة هنبتدي بأي بداية هتبقى من خلال الحديث مع السيدة، ان هتبقى جاية بشكوى، والشكوى دي يا إما بتقول ان أنا عندي نزيف أو الدورة تقيلة أو ما حصلش حمل أو حصل إجهاض متكرر أو في ألم. وبالتالي كل مجموعة من الشكاوي دي احد اسبابها، ليه اسباب كتير في كل حاله، واحد اسبابها الاورام الليفيه. بعد ما بنتطرق للكلام ده بنبتدي الجزء بتاع الفحص والاورام الليفيه لو كان واحد او اكتر. يعني دي الصوره هنا ظاهر فيها الاشكال المختلفه والاماكن المتعدده. ممكن تبقى اورام ليفيه داخل جدار الرحم او داخل تجويف الرحم او في حاله في عنق الرحم، وده بيعمل ضغط على المثانه وعلى الاعضاء المجاوره. او احيانا بتبقى طالعه من الرحم للخارج. كل ما كان الورم مكانه داخل تجويف الرحم، كل ما كانت السيده هتشتكي بنزيف او اجهاض متكرر، وكل ما كانت الشكوى هتبقى مبكره. فهتلاقي ورم صغير عامل اعراض كتير. وكل ما الورم بيبقى ناحيه خارج الرحم بتبقى اكتشافه متاخر ولانه اعراضه قليله، ودول اللي بيقول لنا باحجام كبيره الاورام الليفيه او انه واحده ست بطنها كبيره بسبب انه في ورم ليفي. فدي اشكال مختلفه للاورام الليفيه بنشوفها. طب الاماكن بقى اللي بتؤثر على تاخر الحمل ده، طبعا شكل ده ورم كبير جدا. ده ورم ليفي كان 8 سم في عنق الرحم. والورم اللي في عنق الرحم بيتميز بانه بيبقى عاده واحد وعاده كبير، لانه جنب الشرايين اللي بتغذي الرحم. وشيله بيبقى اصعب شويه لانه بجوار الحالبين، ودول سهل ان هم يتعوروا لو ما خدتش حرص معين في اثناء العمليه. السيدة دي كانت 52 سنة وبتشتكي من نزيف. وعملنا لها استئصال رحم واستئصال بما فيه الورم الليفي اللي فيه. في ناس بتقعد سنين ما تكتشفش الموضوع ده غير لما بتحس فعلا ان حجم البطن اتغير. في ناس اول كبرت. شكوى ليها واول ظهور ليها هو ان جايه ان بطنها كبيره، او في ناس بتبتدي تكلمك ان انا جايه اصلي مثلا مش قادره اسجد، او حاسه ان في حاجه زي الطوبه في بطني من تحت، وتحس تلاقي ورم ليفي او رحم بحجم حمل في السادس، وده عباره عن ورم ليفي كل ده. اوكي، هل كل ورم ليفي موجود يا دكتور لازم يتم استئصاله؟ وهل الحل الجراحي هو الحل الوحيد للقضاء على الاورام الليفيه ولا لا؟ لا، مش اي ورم ليفي لازم نتعامل معاه. ممكن مجرد ان احنا نتابعه لو كان ورم ليفي صغير في مكان غير مؤثر زي الجزء الخارجي من عضله الرحم، او لو كان داخل جدار الرحم لكن مش عامل اعراض واكتشفناه بالصدفه. ده كان فيديو لورم ليفي ده خارج من الرحم، وعامل يعني خارج من الجزء الخارجي للرحم في البطن، فهو حجمه كبير لان
اكتشافه كان متاخر ولانه هو يعني الرابط بينه وبين الرحم حاجه صغيره، فهتلاقي ان الاجراء الجراحي اللي اتعمل بسيط جدا، مجرد ان احنا حطينا الجفت او الكلامب وفصلنا الورم الليفي، وكانت هي كده العمليه. الست دي كانت بتشتكي اساسا من انه بطنها بتكبر وتم استئصال الورم الليفي. كان في اورام تانية اصغر متعدده لكن وشلنا بعضها، لكن في بعض الاحيان ما بنقدرش نشيل كل الاورام اللي فيها لو كانت كتير جدا. طيب قد ايه المناظير قبل ما اختم يعني اثرت بالايجاب على علاج مشاكل الاورام اللي فيها؟ المناظير ليها حالتين في الاستخدام، عندنا مناظير الرحم وعندنا مناظير البطن. في مناظير الرحم بنستخدمها لو كان عندنا ورم ليفي حجمه اقل من 5 سم واغلبه داخل تجويف الرحم. وده نقل العلاج نقله ثانيه خالص، ان احنا بنقدر ان احنا نعمل عمليه بتاخد اقل من ساعه من غير جروح والعينه بتروح في نفس اليوم. بالنسبه ده كان حال استئصال رحم كامل بسبب ورم ليفي، ده اتعمل بمنظار بطن جراحي. طبعا مزايا المنظار البطن ان احنا بيبقى عندنا جروح اقل وبقاء في المستشفى اقل، ممكن يتعمل استئصال للورم الليفي نفسه بمنظار البطن الجراحي، بس بيبقى فيه تجهيزات معينه بالنسبه للالات، وده بيسمح لنا ان احنا نعمل العمليه من جروح صغيره بتاعت فتحات منظار، وبالتالي المريضه بتقدر تروح برضو تاني يوم بكتير وبدون ما يبقى فيه عندها جروح ظاهرة. دكتور شريف انا بشكرك جدا، سهلت لنا الموضوع وبسطته لنا وطمنتنا كمان ان الاورام اللي فيها ليست اورام سرطانيه ويمكن القضاء عليها. بشكرك جدا على الحلقه دي. شكرا دكتور شريف حنفي حسين، استاذ مساعد امراض نساء والتوليد بطب عين شمس واستشاري المناظير النسائيه وتاخر حمل. بتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه واتطمنتوا اكتر، بس ده معناه ان احنا لازم نطمن على نفسنا عند الدكتور لو حسينا باي عرض من الاعراض اللي الدكتور قال عليها. ربنا يا رب يديكوا صحه، اشوفكم في فقرات مختلفه وزي الصحه. هذا البرنامج برعاية الصلاة مسلمين، الصلاة الصلاة يا موحدين، الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصعب الحاجات اللي ممكن تؤثر نفسيا على الرجل هو تأخر الإنجاب، وأحيانا الدكتور ممكن يوصل المعلومة مش بطريقة صح لما يقوله مثلا أنت عندك انعدام في السائل المنوي، هنا الرجل بيفتكر أنه مستحيل يخلف. طب هل المشكلة دي ليها حل وليها علاج؟ هنعرف الإجابة دي مع الأستاذ الدكتور مصطفى أمين، استشاري جراحة الذكورة والعقم عند الرجال بمستشفى دار الطب وعضو الأكاديمية الطبية الأمريكية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. وإزاي الصحة؟ اتكلمنا قبل كده عن السائل المنوي، وتكلمنا عن المعايير الجيدة للسائل المنوي من حيث الكاونت اللي هو العدد، وتكلمنا من حيث الحركة والشكل أو الوظيفة، وتكلمنا عن تشوهات الحيوانات المنوية. تخيل خصص الحلقة دي للراجل اللي بيروح للدكتور يقول له أنت عندك انعدام في السائل المنوي، هل هنا الراجل ده نقدر نقول عليه عقيم؟ لا يعني لا يستطيع الإنجاب تماما؟ هو اللفظ ده تقريبا شبه اتمنع بعد اختراع الحقن المجهري والوسائل الحديثة للإنجاب. وأنا عندي حالات كتيرة وعندي حالات كتيرة إن كان فاقد الأمل لمدة 10 سنين وربنا كرمه بتوأم بأطفال بعد كده عادية جدا. فإحنا نحط في اعتبارنا إن دايما الأمل موجود. دلوقتي احنا اتطرقنا قبل كده العدد اقل، وقلنا نسبه وتأثير البيئة، اللايف ستايل بتاعته وتأثيرها عليه، الدوالي وتأثيرها عليه، كل الأسباب دي اللي خلت العدد يقل. ساعدناه بمدعمات وربنا كرمه وتحسن. نيجي اللي هو الأخطر اللي بيجينا برضو نسبة عالية، اللي هو أزوسبرمي، يعني انعدام الحيوان المنوي في السائل نفسه. يعني ايه اول خطوه بنعملها؟ طبعا تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي بيقول لنا ان مفيش حيوانات. احنا بننصح دايما 3 تحليلات، تحليل في جهه ثم جهه اخرى، تطابقه يبقى ده صليب. أوكي. لم يتطابقه يبقى الجهه الثالثه. جهه المقصود انه مكان يعني؟ المكان. ومن الافضل في مستشفيات الحقن المجهري. اوكي. لان اكثر تخصصا زي ما دايما بالظبط، لان هي احنا ده الاجراء اللي بنعمله اكتر حاجه يوميا، في حالات كتيره فبنعملها، ففي دقه اكثر في معامل كبيره جدا ما بتعمليش تحليل سائل منوي كويس، بلاقي اختلاف ممكن يديني ازو وبعد كده يديني مثلا 30 مليون، وده حصلت كتير في معامل كبيره جدا. تمام. عشان كده عشان نتاكد لازم الازو ده نتاكد منه. طيب احنا لقينا الشخص ده، اول خطوه بنعملها تحليل سائل منوي، لقيناه أزو يعني نو سبرم، فطبعا بنتطرق للأسباب. أسباب منها عندنا الأزو ده نوعين، نوع أوبستراكتيف اللي هو انسداد، يعني وسيلة النقل فيها أوبستراكشن، يبقى المصنع شغال اللي هو الخصية، لكن وسيلة النقل مقفولة. فبالتالي مفيش سبرم. ولازم نفرق بين الحيوان المنوي وبين السائل.
السائل ده الكمية الميديا الوسط اللي بيعيش فيه الحيوان. فالشخص نفسه أداؤه كويس وعلاقته مع الزوجة كويسة وفي نفس الوقت مفيش حيوانات منوية لأن أصلا كل الهرمونز موجودة سليمة لكن في obstruction أو انسداد. انسداد ده من ضمن اتطرقنا أسباب اللي هو الالتهابات الشديدة اللي بتعمل لي بتقفل الأنابيب المنوية. أوكي. يبقى عندي اللي هو الأوبستراكتيف اللي هو بتقفل لي الأنبوبة المنوية أو البربخ أو في قناة القصف. فبالتالي ده ليه إجراء. نيجي للتاني اللي هو نون أوبستراكتيف بيبقى ماتيوريشن بسميه ماتيوريشن أريست يعني توقف نشاط. في عدة مراحل لتكوين الحيوان المنوي في الخصية. في الأمهات سنويات ثلاثيات فالحاجات دي بتؤثر فبالتالي بيقف عند مرحلة من المراحل. أوكي. لأسباب كتيرة إن هو زي ما قلت ممكن يعني إذا قلنا الدوالي الدوالي بتأثر في العدد وتقلل لكن كامتناع آزو بيبقى في نمط حياة معين في أسباب معينة في يعني الشخص ده ممكن ما تعرضش للانسداد لكن أصلا في عنده مثلا خد كيموثيرابي كيموثيرابي اللي هي أدوية السرطان طبع. دي بتأثر على تكوين الحيوان المنوي عشان كده احنا بننصح دايما هتاخد كورس كيموثيرابي ربنا يشفيك بعد سنة اتنين لكن بعد كده سنة اتنين هتؤثر وتديني أزوسبرم بننصح بحاجة اسمها تجميد هنا التجميد مهم يبقى التجميد بعمله في عدة حالات لإما شايف ان الراجل ده عمال في ديكلاين يعني بينزل وبلحق ان انا اعين كمية عنده مليون فانا بعمل له تجميد فريزين عشان مليون ده ممكن استخدمه في الحقن المجهري أوكي. لو اصبح ازو يبقى انا عندي في البنك رصيد فبالتالي اخد بالي ان ممكن بعض الحالات اللي هو العدد قليل جدا وهو عايز يجرب العلاج وفي نفس الوقت بنخاف ان هو يحصل انعدام كامل في الحيوان المنوي طيب احنا دلوقتي وصلنا لحالتين سببين اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف انسداد وغير انسداد تمام قلنا الانسدادي حله ايه الانسداد حله لاما ازاله الانسداد ودي نسبته 20% ومحتاج مهاره معينه وما اغلب الحالات ما بتتحسنش اللي بيعاد التصاقها طب ايه الحل التاني دايركت ابروتش يعني دخول على الخصيه نفسها المصنع اجيب من المصنع سي مثلا انا برودكت معين بضاعة معينة راح السوق العربية عطلت طب ما انا اروح المصنع اجيب منه اوكي وده اللي بنعمله بحاجة اسمها تيسي او تستيكلر بايوبسي دي عينة سحب عينة سحب عينة من الخصية باستخدام الميكروسكوب الجراحي بنكبر يكبر لي الانابيب منطقة الانابيب المعينة اللي ممكن احتمالات يبقى فيها سبرم تمام المعمل قال لي لقيت حيوانات منوية يتم هنا تجميدها واستخدامها في الحقن المجهري ممكن عدة مرات لو لقينا العدد خاصة في حالات الانسداد بلاقي العدد كتير جدا ممكن في كذا أنبوبة تتعان نستخدم أنبوبة أو اتنين وممكن يعمل حقن مجهري بالأنابيب اللي موجودة متخزنة ومجمدة فبالتالي هنا يبقى هي استخدام اللي هي دايركت أبروتش أو طريقة مباشرة لعينة الخصية واستخراج الحيوان المنوي وتجميده واستخدامه هنا لا يصلع غير حقن مجهري إذن الشخص اللي زمان قبل التسعينات كان يقول لك لا أمل خلاص سلم أمرك لله أصبح في وسائل أخرى اللي هي الحقن المجهري إن أنا باخد سبير وأجمده واستخدمه في الحقن المجهري عدة مرات تمام النون أوبستراكتيف اللي هو عدم نشاط بنشوف تأثيرات معينة زي اللايف ستايل نمط حياته استخدم ادويه معينه زي كورتيكوسترويد ادويه الكورتيزونات استخدم في كيموثيرابي شراهه التدخين مخدرات هنعمل حلقه عن الموضوع ده اخد بال حضرتك فده من ضمن المؤثرات انا بعمل له برده بديله فرصه علاج ادي فرصه علاج 3 شهور ما استجابش يبقى غالبا برده تستكرر بايوبسي باخد عين لان بعض البقر تبقى شغاله طيب وهي ما بتخرجش ليه لان احنا بشبهها ان احنا موجودين احنا اتنين في اوضه العدد قاعدين في الاوضه لكن لو بقينا 200 هيخرج بره فالعدد بيبقى محدود في بعض البقر جزر
بقدر بقدر الامكان بفتش عنها واستقر، لانه هيبقى مستقر مش قادر يخرج. العدد غير كفايه، فبالتالي بخرج برضو نفس القصه، بعمل له تستيكلر بايوبسي، بقيس بقى هنا بقى حاجات في معايير معينه للتستيكلر بايوبسي. اقيس الحجم، حجم الخصيه مهم، هل فيها ضمور، هل تاثير دولي عليها، هل 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 الكلام من بشوف اسباب معينه، هل هو شره التدخين، هل هو مخدرات، هل هو عايش في بيئه فيها بوليوشن تلوث، كل الوسائل دي ادت لعدم نشاط. فبالتالي انا بخش برضو بالتستيكلر بايوبسي وباخد عينه من الخصيه واستخدمها في الحقن المجهري. فبالتالي حالات الانعدام اصبح ليها امل بالاستخدام الوسائل الحديثه، وانا عندي حالات مش عايز اقول لك ان غالبا بيبقى توأم، لان اصلا هم باعاده زرع بيبقى اتنين بويضه مخصبين، فربنا بيكرمهم وبيحل المشكله. في ناس جات لك عندها انعدام في السائل المنوي من سنين وكانوا فاكرين المشكله مستحيل تتحل، وجالك بعد سنين وحلت المشكله دي كتير. وبعدين انا عندي واحد تقريبا من الصعيد كان بقى له 10 سنين وعامل مرتين ما لقاش، ربنا وفقني لقيت له عمل حقن مجهري وقدرنا نجح. هنا كان عنده دخلوا له 3 بويضات، المفروض بينزلوا جنين ويخلوا الاثنين على اساس بيبقى فرصه الاثنين احسن، هو صمم على الثلاثه وخلف 3 واحتفل في بلده بهذا الكلام. فطبعا ده هو مش مصدق اللي حصل ده. ربنا يجعلك سبب لتحقيق احلام الناس. بشكر استاذ الدكتور مصطفى امين، استشاري جراحه الذكوره والعقم عند الرجال، مستشفى دار الطب، وعضو الاكاديميه الطبيه الامريكيه. هنكمل في حلقات تانية الوسائل المساعده لتاخر الانجاب عند الرجال، استنونا. هذا البرنامج برعاية ايه كارت اجازات الريم ده؟ ده بيقدم لك خصومات بتوصل ل 65% عند اكتر من 500,000 مؤسسة طبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى او دكتور او معمل تحاليل او مركز اشعة او حتى صيدلية. كارت اجازات الريم بيقدم لك كل العروض والخصومات دي ب 200 جنيه في السنة. ب 200 جنيه بس؟ انت ممكن تتصلي بيهم على 16984 وخدمة العملاء هترد عليكي وتحدد لك كمان الدكتور او المركز اللي يناسب حالتك واللي قريب من بلدك. دايما في بداية الحلقة دي بالذات ما بلاقيش كلمة أقولها غير إن الراجل راجل والست ست. هو ربنا خلقنا كده، يعني في نوع ذكر وفي نوع أنثى. أي حاجة بتقرب الراجل للتكوين الأنثوي بتضايقه. أنا بتكلمش بقى على الرجولة إن يبقى صوته ناعم ولا مش شعره طويل، الناس بتغير في شكلها، لا أنا بتكلم على المكونات الذكورية البحتة. والست لو أي حاجة في شكلها الأنثوي ممكن يقربها من الشكل الذكوري، ده بيضايقها نفسيا أولا قبل شكليا. طيب النهاردة خلينا نتكلم في موضوع حلقة مهم جدا، وعايزة أقول إن بداية سواء هنتكلم على الرجالة أو الستات، فأنا أحب كمان إن الأمهات تركز معانا من بدري، لأن الموضوع ده بداية بيبتدي من مرحلة المراهقة ومن سن المراهقة. والسؤال دايما الأهم بالنسبة للأمهات، أنا لو بنتي عندها مشكلة في تكوينها الأنثوي، وخصوصا لو هنتكلم في شكل الثدي، لو عندها صغر في حجم الثدي، أبتدي أعمل لها عملية إمتى؟ العملية دي خطر ولا لأ؟ بتبتدي من سن قد إيه؟ بتكمل معاها بقية حياتها؟ الستات اللي بترضع، طيب لو أنا عندي كبر حجم الثدي وعندي ترهل، ده هيأثر على الرضاعة ولا لأ؟ ده خطر ولا لأ؟ السيليكون بيجيب سرطان ولا لأ؟ أسئلة كتيرة جدا دايما بتيجي في الحلقة دي. الرجالة اللي بتعاني من مشكلة التثدي، هل ده بسبب ترهل؟ هل ما بعد جراحات السمنة؟ هل بسبب السابلمنت والحاجات والجي اتش اللي بتاخدوها في الجيم ولا لا؟ النهارده سواء مشكلتك
واحده من الثلاثه اكيد النهارده مع ضيفي هيكون ليها حل. برحب بضيفي استاذ الدكتور عطيه خفاجه استشاري جراحه التجميل ونحت القوام والسمنه وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. وازاي الصحه؟ موضوع الناس بتشوفه شائك ومحرج، انا بشوفه موضوع مهم جدا لان دايما المكونات الشكليه سواء الذكوريه او الانثويه اي حاجه اتغيرت فيها سواء راحت كده او كده بتعمل مشكله نفسيه اولا قبل شكليه بالنسبه للراجل وبالنسبه للست. ايه رايك في تاثير الشكل ده في العامل النفسي بالنسبه للرجل والسيده وهو شكل الثدي؟ ده تاثير مهم جدا. كتير من الشباب ما بيقدرش ينزل بسين، ينزل البحر. رجاله ما بتقدرش تنزل مع اولادها البحر، مش قادر يقلع التيشيرت ابو نص كم عشان والله ما قادر يلبس التيشيرت اصلا. التيشيرت لوحده بيبين المشاكل كلها، دي حقيقه. اكيد. انما في ناس منهم بتنزل بهدومها في البحر او البسين. فهو بس عشان نبسط الامور للناس وبمنتهى البساطه، في شويه معلومات كده لازم هنقولها. هي مشكله الرجاله حاجه من ثلاثه، يا اما مشكله دهون في السد، يا اما مشكله غدد لبنيه. اوكي. يا اما الاثنين سوا، دهون وغدد لبنيه. تمام. دول مفيش غيرهم، او ترهل في الثدي ده ما بعد جراحات السمنه. فكل حاجه وليها طريقه. يعني مشكله الدهون بس فقط دي بنشفطها بالبيزر وخلاص، الدهون دي اختفت وخلاص. تمام. لو معاها غدد لبنيه لازم تتشال. ده ما بيأثرش عليه اصلا؟ مره اتكلمت مع حد قلت له الدكتور فعلا لو شايف ان في غده لبنيه بيشيلها، فقال لي لا دي عمليه خطيره جدا. قلت له ايه اللي خلاها خطيره؟ هو ده 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 راجل، انا مش بتكلم على سيده هتنجب وهترضع ولا ملهاش اي خطورة. دي بوينت عايزين نتكلم فيها. دي غدد لبنيه ملهاش وظيفه، متضخمه. زي اي حاجه متضخمه ملهاش لازمه في الجسم بنشيلها. أوكي. وجرح صغير كله حوالين الهالة البنية سنتي بيتشال منه الغدد اللبنية دي، ولو معاه دهون لازم تتشفط بس خلاص الموضوع اختفى. طب أنا بحس إن مشكلة التثدي عند الرجال مش كبيرة شوية ومش ضخمة شوية وحلها سهل خصوصا مع ظهور جهاز الفيزر، ولو حضرتك قلت إن احنا هنزيل الغدة فبرضه هي مش حاجة صعبة، فاحنا كده بنقول ان هم حظهم حلو. تعالى نتكلم في نوعين من السيدات، وخلينا نتكلم في النوع الاول لان زي ما بشوف ليه علاقه بمرحله متقدمه او بتبتدي بدري وهي مرحله المراهقه. البنت بيبقى يحصل لها نوع من انواع النضوج، بتحس ان هي مش شكل اللي حواليها، ان هي اقل منهم. يا ترى انا كده صح ولا؟ ساعات تكسف تتكلم مع مامتها. طيب انا الام لما بالبنت بيحصل فيهم بيبقى العلاقه فريندلي وبتروح تقول لها، الام هنا بتخاف تقول لها لا استني لما تكبري وتتجوزي وتخلفي وترضعي، ما هيش عارفه ان المشكله دي قاعده تكبر معاها. لو هنتكلم في مشاكل صغر حجم الثدي، هل هي مشاكل وراثيه؟ هل ليها علاقه بالجينات؟ وايه طرق حلها؟ ومن سن كام نقدر نعملها؟ تمام. هو زي ما انت قلت كده الثدي المشكلتين، يا اما ثدي صغير يا اما ثدي كبير. دي حقيقه. الثدي الصغير برضو بنقسمه، يا اما ثدي صغير في بنت أنسة في مكانه الطبيعي، يا إما ثدي صغير وبقينا نشوفه كتير بعد عمليات السمنة اللي هو صغير وساقط مترهل، فضت الأنسجة الليمفاوية الدهنية اللي فيه فبقى ثدي فاضي وساقط من مكانه لأن الثدي ده كان كبير والخلايا الدهنية اختفت فبقى ساقط من مكانه. العلاج ده غير العلاج ده. طيب السن، طب تعالى ناخدهم واحد حاله حاله. بالظبط. الثدي الصغير اللي في مكانه اللي في انسه عندها 16 سنه ومكسوفه من صاحباتها اللي هم صدرهم شكله طبيعي، دي فعلا مشكله. بنات كتير اعمل العمليه من امتى؟ طبعا سؤال مهم قوي دكتور، من سن كام تقدر تعمل عمليه؟ من سن 16 سنه. من 16 سنه؟ يس. من اول ما شكل جسمها وهو طبعا ليها مشكله جينيه. يعني هتلاقي الام كان صدرها صغير والجده كان صدرها صغير وراثيه وحجم جسم البنت اساسا بيحكم الامور. اوكي. فدي حلها حشوات السيليكون تحل المشكله نهائي. البنت من سن كبير بقت عندها ثقه في نفسها، بتلبس هدومها عادي، بتلبس زي اصحابها، عايشه معاهم حياه عاديه. طب السيليكون ده انا وانت جاوبنا على السؤال ده مليون مره، ومعلش تعالى على نفسك وجاوب عليه المره دي كمان. يا جماعه هو السيليكون ليه علاقه بالاورام السرطانيه في الثدي ولا لا؟ قلنا لا. انا عايزه اجابه قاطعه تقول للناس يا جماعه فعلا السيليكون ده ملوش علاقه بسرطان الثدي نهائيا.
السيليكون ليس له علاقة بسرطان الثدي نهائيا. السيليكون دي حاجة انرت، مادة لا تتفاعل مع الجسم. أوكي. بتتحط سواء تحت الثدي او تحت العضلة. هنا في هنا الامبلانت انت حضرتك حاطط هنا الحشوة او السيليكون هنا فين؟ تحت العضلة. اوكي، ده المكان الاصلح ولا بيدبند على الحالة نفسها؟ لا، بيعتمد على الحالة. اوكي. يعني طبعا هو الشكل الاوقع والاحسن دايما لما السيليكون يتحط تحت انسجة الثدي. هو ده اللي بيدي الشكل المناسب. وطبعا السيليكون احجام، والاحجام مختلفة حسب الحجم اللي عايزين نوصل له. فدي مشكلة حلها زي ما اتفقنا كده سهل. خلصت. أوكي. هي حطت الحشوة كده خلاص، طول حياتها المشكلة اتحلت، انتهت. ليس لها علاقة بالرضاعة. ليس دي لها دي تأثير مهمة جدا. ليس لها أي مشاكل، ليس لها علاقة بالأورام اللي بيقولوا عليها نهائيا. السيليكون يا جماعة ما بيجيبش سرطان، ما بيأثرش على الرضاعة. دول سؤالين كل حلقة لازم على الفيسبوك نسألها. وأنواع السيليكون الجديدة ملهاش اي تفاعلات زي انواع السيليكون القديمه اللي هي تتخرم تطلع الماده السيليكون اللي جواها، مش عارف كل الكلام ده انتهى. تمام. طيب خليني اتكلم عن شريحه تانية او نوع ستات تانيين قبل ما اروح لباقي الاشكال حضرتك بتتكلم عنها، وهي اللي عندها مشكله مش هنقول كبيره قوي في حجم الثدي، وعندها بعض الدهون في الجسم. وحضرتك مشهور بنحت الدهون وتنسيق القوام وعمليات الفيزر وغيرها. هنا اقدر اقول لو نقلت لها دهون لانها مش محتاجه كميه كبيره من الامبلانت او من السيليكون، يقدر يكون ده مناسب لحالتها؟ وفكره ان الدهون بتعيش معاها وبتخس وتتخن مع الجسم، عايزين نجاوب برضو على الاسئله دي. وانت بتفضل ايه دكتور؟ ده النوع الثاني اللي هو احنا قلنا ان حجم الصدر صغير بعد ما نزلنا في الوزن 30 و40 كيلو وساقط. كويس. ده اقدر حاجه من الاثنين، يا اما احط له حشوه سيليكون وبنعمل عملية رفع للثدي ده. أوكي. أو نحقنه دهون ونعمل رفع للثدي ده برضو. الاتنين محتاجين عمليات. ومؤخرا عشان عملية رفع الثدي فيها جروح اللي بيسموها شبه الهلب وكبيرة، فأنا بفضل أعملها على مرحلتين. يعني ممكن نحط السيليكون وبعد 3 شهور نعمل عملية رفع للثدي ده، فبيقلل لنا جروح كتير قوي، ويبقى مجرد جرح دائري حوالين الهاله البنيه. ما احتجتش ان انا اعمل الجرح بالطول في الثدي والجرح اللي بالعرض اللي تحت الثدي. ده بيوفر لي كميه كبيره جدا من الجروح اللي اشكالها قد ما تبقاش كويسه قوي بالنسبه للمريضه. اوكي. طيب ده سواء مع حقن الدهون او السلك. مع السيليكون في الاثنين. وبقينا على فكره نشوف المشكله دي كتير بعد عمليات تخسيس. يعني بعد جراحات السمنه المختلطه فعلا بيحصل تراوح في كل الجسم. بالظبط كده. فجزء من الجسم ده الثدي. فالثدي ده بيبقى فاضي واقع ساقط مترهل. طبعا ده مشكله. اوكي. فزي ما انت قلتي، يا اما بنحقن دهون ونرفع الثدي ده، يا اما بنحط له سيليكون ونرفع. عملوا دراسه كده لايهما اسهل واصعب في عمليات تجميل الثدي، اللي هو سواء التكبير اصغر ولا تصغير الثدي. وللاسف طلعت النتيجه ان عمليات تصغير الثدي هي الاصعب من نوعها. ولكن يا جماعه مش معنى كده، اصل الناس تقول لك طب ما دام هي الاصعب تبقى نتيجتها وحشه. لا، هي نتيجتها كويسه، بس هما بيتكلموا من الناحيه التقنيه والطبيه بالنسبه للطبيب. طبعا، لان انت بتنقلي جزء من الثدي مسافه كبيره، على حسب ما هو الثدي الكبير معظمه مترهل. يعني كبير وسائط. فانت بتعمل لازم الثدي ده يتصغر ويترفع عن مكانه على حسب كميه الرفع. يعني في صدر سائط بنسبه 30 سنتي وازيد. يعني ان انت تنقلي منطقه النبل بالهاله البنيه اللي حواليها من المسافه دي كلها، هو ده اللي تقنيا صعب. طبعا طبعا جدا، لان ده وصل لها دم وانسجه واعصاب، فكل ده المحافظه عليه هو الاصعب. طب اذا كان حجم الثدي نفسه كبير، هنا حضرتك بتشفط الدهون، يعني حجمه كبير ومترهل، هنتكلم في كل الحالات. لو الترهل طبعا حضرتك هتشد الجلد. طب لو الحجم الكبير حضرتك هتعمل ايه؟ هل الدهون دي بنشيل جزء؟ اصل احنا هنا مش زي الرجاله، مش هتشيل الغده اكيد، صح؟ لا لا لا، الغده بيتحافظ عليها، والمنطقه النبل بالهاله البنيه كل دول بيتحافظ عليهم. احنا بنشيل جزء من انسجه الثدي نفسه. اوكي.
وبعد كده بيتشكل الثدي شبه الطبيعي والمكان الطبيعي بتاع السيد. تمام. السيدات اللي قامت بعمليه الحمل والرضاعه وخلصت عمليه الرضاعه وحصل لها ترهل في الثدي، هنا بتنصحها تعمل العمليه دي؟ الاجابه دايما بنقول ان هي ما بتاثرش طبعا على الرضاعه، بس يعني هل تعملها بعد ما خلصت الرضاعه على طول لو هي حابه ان هي تنتظر طفل اخر، ولا بالبلدي كده اقول لك استنى ما اجيب العيال كلها وبعدين اظبط الدنيا سواء هتشد بطنها او هتشد الثدي؟ انت ايه رايك في الفكره ده؟ هو طبعا يفضل ان هي تخلص مراحل الانجاب بتاعتها عشان نقدر ما نتعرضش بعد كده للمشاكل، لان الثدي اللي بنصغره وبتترفع لو جه يكبر تاني لاي سبب في زياده في الوزن او حمل او رضاعه ما نضمنش ايه النتائج بتاعت ده. أوكي. وقد نحتاج لتصغير تاني او رفع تاني. فدايما بنفضل ان المريضه تكون خلصت مرحله الانجاب بتاعتها. شكل الجرح مقارنة بعمليات تكبير وتصغير الثدي واحنا دلوقتي في 2019 مقارنة بالجراحة القديمة، نقدر نقول اتغير وادى نتيجة مختلفة بنسبة كام في المية يا دكتور عطية؟ أكيد بنسبة 60-70%. شكل الجروح وطرق والخيوط الجراحية اللي بنتعامل بيها النهاردة وطرق إخفاء الجرح ومحاولة إن احنا اثناء حتى الغيار على الجرح وكده في بعض الخلايا الجذعيه بتتحقن وحاجات بتحسن شكل الجرح كتير. طيب النتيجه بتظهر بعد العمليه دايركت، المحافظه على النتيجه والتعليمات ما بعد العمليه نقدر نقول لهم ازاي يعملوا الحاجات دي؟ هو في براء طبي بيتلبس طبعا وبيتلبس حوالي شهر. أوكي. عشان نحافظ على الشكل اللي احنا عاملينه. بعض التمارين اللي بننصح بيها المريضه من بعد اسبوع من العمليه خاصة في حشوات السيليكون كلها حاجات بسيطة المريضة بتعملها في البيت والأمور بتمشي كويس. طيب انت كمان قبل كده كلمتيني في حلقة للناس اللي لا قدر الله كانت بتعاني من الكانسر وحصل لها استئصال ثدي، فكرة تجميل الثدي وإعادة بناء الثدي بقت ناجحة بنسبة كام في المية وازاي بترجعها للشكل الطبيعي؟ لأن العامل النفسي مهم في هذا الموضوع. طبعا معظم الحالات النهاردة زي ما اتكلمنا قبل كده ما بنعملش استئصال كامل للثدي. سواء استأصلنا الورم والغدد بيتعمل في ساعة العملية على طول. إعادة بناء للثدي ده سواء هنحتاج حشوة سيليكون، سواء هنحتاج حقن دهون، سواء هنحتاج عضلة من قريبة من الثدي بنعوض بيها الثدي ده. فده بيتعمل أثناء العملية. أوكي. حتى السيدات اللي عاملين استئصال قديم للثدي أو استئصال لجزء وشكل الثدي مش مناسب ده تقدر تعمل من جديد طبعاً. تجمل الشكل من جديد طبعا، وبنعمل عملية في الثدي الآخر عشان يبقوا الاثنين زي بعض. بشكرك جدا دكتور عطية خفاجة استشاري جراحة التجميل ونحت القوام والسمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. بتقالي من أهم الحاجات اللي دكتور عطية قالها النهاردة إن من سن 16 سنة تقدري تعملي عملية تجميل سن مفيش تجميل الثدي عفوا ملهاش أي خطورة، بلس كمان إنه لا يؤثر على الرضاعة، والأهم يا جماعة السيليكون ما بيجيبش سرطان ثدي خالص. ربنا يا رب يديكوا الصحة، أشوفكم في فقرات مختلفة وزي الصحة. هذا البرنامج برعاية ايه كارت اجازات الريم ده؟ ده بيقدم لك خصومات بتوصل ل 65% عند اكتر من 500,000 مؤسسة طبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى او دكتور او معمل تحاليل او مركز اشعة او حتى صيدلية. كارت اجازات الريم بيقدم لك كل العروض والخصومات دي ب 200 جنيه في السنة. ب 200 جنيه بس؟ انتي ممكن تتصلي بيهم على 16984 وخدمة العملاء هترد عليكي وتحدد لك كمان الدكتور او المركز اللي يناسب حالتك واللي قريب من بلدك. يا اهلا بجمهور تلفزيون نهار وبرنامج ازاي الصحه. النهارده معانا حلقه مختلفه ومعانا طبيب مختلف، رغم وجود اطباء كتير في مجاله الا انه طبيب من تراث خاص،
ورغم التقدم التكنولوجي الحديث برضو في مجاله إلا نقدر نسميه عالمي بسبب المؤتمرات الطبية اللي هو شارك فيها، وكان من أهم الشباب والأطباء المصريين اللي بيمثلونا في المؤتمرات العالمية. وكمان عايزة أقول لكم رغم برضو التطور التكنولوجي في مجاله مرة تانية إلا أنه سابق عصره. رحبوا معايا النهاردة بدكتور علي مطوع استشاري أطفال الأنابيب والحقن المجهري باريس فرنسا، ماجستير أمراض النساء والتوليد والعقم، عضو وزميل الجمعية الأوروبية للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، عضو وزميل الجمعية الأمريكية للحقن المجهري وأطفال الأنابيب. وقبل ما أقول له أهلا يا دكتور ومنورنا النهاردة في إزاي الصحة، تعالوا نشوف إيه هي أهم المؤتمرات الطبية والعالمية اللي دكتور شارك فيها علشان تعرفوا مين موجود معنا النهاردة في إزاي الصحة. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. وعايزه اقول لك لما قريت عنك قبل ما تيجي توقعت حد معانا شعره ابيض ولابس نظاره، وقلت ده حد سنه كبير بسبب الاكسبيرينس والمؤتمرات اللي انت غطيتها. بحييك على الميوزيكال في التقرير عشان فيها روح مصريه، ونورتنا واهلا بيك ومنورنا في ازاي الصحه. شكرا استاذ ابو يوسف، مشكرين على دعوتكم لينا. عايزين نتكلم في البدايه ان كل دكتور ليه مدرسه وكل مركز طبي ليه تكنيك معين، بس هل كلكم بتتفقوا في النهايه المده المعينه اللي الست ممكن تقول فيها انا عندي تاخر انجاب ولازم استخدم تقنيه الحقن المجهري؟ امتى الست تعمل كده او الراجل يعملوا كده؟ هو طبعا بيبقى الحقن المجهري هي وسيله اخصاب مساعد، ده بسبب نتيجه تاخر حمل. تاخر حمل بيبقى فيه تاخر ثانوي اللي هو بيبقى حضرتك هم اول مره يتجوزوا بقى لهم سنه بدون عدم حمل ورغم وجود الزوجين مع بعض، وبيبقى في تاخر ثانوي اللي هي بتكون خلفت قبل كده وحصل مشاكل بعديها ما عرفتش تنجب اي طفل رغم عدم استخدام اي وسيله منع حمل رغم وجود الزوج والعلاقه الزوجيه. اوكي. الحقن المجهري تطور في الشكل الاخير تطور سريع جدا. ان حضرتك المؤتمرات العالميه دلوقتي طلعت بيبرز جديده وريسيرشات جديده. ان حضرتك في بروتوكولات معينه لعمليه الحقن المجهري عشان نطلع اكتر عدد بويضات، طبعا بيبقى في عدد ليميتد للبويضات من 5 ل 15 بويضه. الحقن المجهري اللي احنا بناخد حقنات منويه من الزوج وبنجهز الزوجه ان احنا نسحب منها بويضات، وبنعمل حضرتك ناخد الحقنات المنويه تحت المجهر الالكتروني، بيتم حقن الحيوان المنوي داخل المجهر الالكتروني في داخل البويضه. تمام. وحضرتك بينتخصص تبقى اجنه في الحضانات، بعد ما تبقى اجنه بترجع اجنه داخل الرحم. اوكي. هي تطورت بشكل سريع جدا الفتره الاخيره، ان بقى في دلوقتي تكنولوجيا عاليه جدا في عمليات الحقن المجهري، في البروتوكولات، في انظمه الحقن المجهري، في معمل الحقن المجهري، في حضانات عمليه الحقن المجهري، في تقنيات عمليه الحقن المجهري. فطبعا دي كلها بتصب في مصلحه المريضه يعني. اوكي. دايما بالنسبه للمرضى بيبقى عندهم حاجه كده لما بيكونوا في محافظات بعيده، وبما اني انا بنت محافظه الدقهليه فعندنا المنصوره، انت كمان عامل مركز قريب للمنصوره وعملته في دمياط وهيلم كل المحافظات والدلتا وكل ده، عملت مركز انجاب في دمياط وعملت في بورسعيد لان دايما التمركز كله بيبقى في القاهره. تعالوا نشوف جوله كده داخل المراكز دي، وعايزين نقول كمان ان مهما كنت في محافظه بعيده هتقدر تحقق برضو حلم الانجاب. نشوف الفيديو اللي حضرتك محضره لينا ونرجع تاني مع بعض.
بتهيالي بعد الفيديو ده يا جماعه ما حدش ليه حاجه مستوى متقدم نظافه تكنولوجي ولا ومش بس كده خد عندك ده مش في القاهره لا ده كمان في المحافظات. انا بحييك وبشكرك انك يعني موصل لنا حاجه بالشكل ده في محافظات موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه. وانا بقى السكريبت بتاعك لقيت فيه مصطلحات غريبه غير اللي انا شفتها خالص في مجال الحقن المجهري. يعني مثلا سؤال بيقول ايه الفرق بين الحقن المجهري العادي والحقن المجهري المتطور؟ هو المتطور ده ايه بقى مختلف في ايه عن الحقن المجهري العادي يا دكتور؟ هو حضرتك الحقن المجهري العادي هو بيتم اختيار حقن منوي بعدسه بتكبر 400 مره ان احنا نختار احسن حقن منوي. زي يعني انا عايز جنين ممتاز. يعني ايه جنين ممتاز؟ يعني بويضه ممتازه مع حيوان ممتاز. في الاول كنا بنختار حقن منوي بناء على الشكل تمام. احنا بنشوف الحقن المنوي تحت تكبير 400 مره. دلوقتي في حقن مجهري هو اسمه امزي تكبير 6600 مره. بنشوف راس الحيوان المنوي احسن راس او احسن كروموزومات الحيوانات المنويه بيتم حقنها داخل البويضه عشان تدينا جنين درجه اولى اللي هو اسمه برنامج جنين سليم. حضرتك بالنسبه لنا كعمليه الحقن المجهري بقى فيها تقنيات جديده عاليه جدا. زي حضرتك دلوقتي ان احنا بقينا في تقنيه اللي هو السي سي اس اللي هو برنامج جنين سليم اللي هو بقاش بنحكم على الاجنه بالشكل بس. بقينا بناخد عينات من الاجنه بيتم فحصها وراثيا عشان بدرجة الجنين بدل ما نقول جنين درجه اولى وجنين درجه ثانيه وجنين درجه ثالثه بناء على الشكل لا بناء على الفحص الوراثي بنشوف جنين سليم اللي هو السي سي اس اللي انت قلت لي قبل الحلقه لما قعدنا ندردش اللي هو تحليل الكروموزومات بتاعتك الاجنه بالظبط. اوكي ده بنعمله لكل ست جايه تعمل حقن مجهري ولا الحالات معينه اللي خايفه مثلا من امراض وراثيه؟ هو بيتعمل لثلاث حاجات. بيتعمل حضرتك للناس اللي هو سنها فوق 35 سنه سيدات اللي فوق 35 سنه. حضرتك السيدات اللي عندها تاريخ وراثي في العيله من امراض وراثيه عشان نستبعد اي تشوهات في الاجنه. الحاجة التالتة اللي هو حضرتك بيبقى فيه فشل عملية الحقن المجهري وعدم معلوم السبب. وبرضه في حاجة كمان ممكن نعمل بيها عن طريق السي سي اس اللي هو اسمه برنامج جنين سليم اللي هو بنعرف نوع الجنين واحنا بنعرف عشان نختار تحديد نوع الجنين. تحديد نوع الجنين هنتكلم عنه. بس في سؤال بقى يا دكتور دايما بنستخدم الليزر في التجميل في البشرة. أنا لقيت إنك حضرتك بتقول إن احنا هنستخدم الليزر في تقنية الحقن المجهري. طب هعمل بيه إيه؟ الليزر في عمليه الحقن المجهري هو ده بيبقى حضرتك ان احنا بنستخدمه في تقنيتين. التقنيه الاول ان احنا بنجمد الاجنه بالليزر ان احنا لما نيجي نحفظ الاجنه دي ممكن تحافظ 10 سنين. بنفضي حضرتك السائل اللي جواها عن طريق الليزر وبيتحفظ الاجنه بتقعد في درجه حراره ناقص 196 تحت الصفر في نيتروجين ليكويد نيتروجين. الحاجه الثانيه ان حضرتك لما نيجي ننقل الاجنه بيساعد على التصاق الاجنه ان ممكن تبقى جدار الجنين يبقى سميك فبنعمل ليزر عشان يساعد على التصاق الاجنه داخل الرحم. ودي تكنولوجيا عاليه جدا وعارف فرصه النجاح عمليه الحقن المجهري. دي جديده يا دكتور اول مره نسمع عنها النهارده في الصحافه وانا بشكرك على التكنيك ده. وهي دي بص حضرتك هي فائده عمليه الحقن المجهري هي بتبقى حضرتك عباره عن ابحاث ودراسات. يعني حضرتك كل ما الطبيب ما بيسافر كل ما بيبقى فيه ريسيرشز كل ما بيبقى فيه ابحاث هي بتبقى بتعالج فرص النجاح. يعني حضرتك مش بالسن لا هي بالابحاث والدراسات والتكنولوجيا يعني الجديده. كل سنه يا دكتور بيبقى في حاجه جديده عن اللي قبلها. بص حضرتك كل سنه بيبقى في 6-7 مؤتمرات جمعيه اوروبيه جمعيه امريكيه الشرق الاوسط. كل دور بيبقى فيه حضرتك تقنيات جديده او ابحاث جديده بتعالج فرص النجاح. اوكي طبعا الدكتور اللي بيطلع المؤتمرات دي بيبقى اكتر واحد درايه بالجديد. يعني خلاص احنا هنستنى منك على طول كل جديد يا دكتور تجيبه لنا من خلال المؤتمرات الدوليه. طيب في حاجه جديده برضو الدكتور هيكلمنا عنها النهارده وهي صمغ الاجنه اللي هو انا هلزق الجنين ولا هعمل فيه ايه المصطلح ده؟ هي فعلا صح هي ميديا جديده بتتحط على الاجنه ساعد زرع الاجنه بيساعد على التصاق الاجنه. احنا كنا الاول انت عارف الاجنه بيبقى فيه اجنه يوم ثاني ويوم ثالث واجنه يوم خامس. طبعا دلوقتي مع التكنولوجيا احنا بننقل اجنه يوم خامس ان اجنه اليوم الخامس هي احسن اجنه في عمليه الحقن المجهري. نسب التصاق الاجنه اليوم الخامس عاليه قوي بس في ناس جايه بتكون عملت قبل كده وما حصلش حمل فميديا اللي هي ساق الاجنه بتساعد على فرص النجاح عاجل فرص النجاح. ودي اخر بيبر عملتها نشرتها في فرنسا الشهر اللي فات. طيب ملوش اي تاثير على جدار الرحم بالنسبه للسيده؟ ملوش اي سايد افكت؟ هو بالنسبه بقى لجدار الرحم انت عارف ان حضرتك كنا الاول بنعمل حاجه اسمها منظار رحمي في عمليه الحقن المجهري. المنظار الرحمي كنا الاول بنعمله قبل عمليه الحقن المجهري. الجديد دلوقتي منظار الرحمي بقى منظار صغير جدا طوله 2 ملي ممكن يتعمل مع سحب بويضات ما ياثرش على اي حاجه. بالعكس بنعرف احسن حته نزرع فيها الاجنه فين برضه نطمن ان ما فيش اي التهاب داخل الرحم او اي حاجه داخل بطانه الرحم ان في اي حاجه
اسمها اندومتريتس اللي هو التهاب داخل بطانه الرحم. دي برضو نحن نعرف احسن حته نزرع فيها الاجنه فين، ما فيش اي زوائد رحميه جوه الرحم تمنع التصاق الاجنه داخل الرحم. وفكره تطور التولز او الادوات ومدى صغرها ده برضو بيسهل ان كل شويه برضو الادوات نفسها بتصغر، فده بيسهل العمليه طبعا يا دكتور. طبعا هي عمليه الحقن المنهجي عمليه مع عمليه. طيب قبل الحلقه برضو واحنا بنتكلم كلمتني عن الدي ان ايه، واحنا دايما بيجي عندنا الدي ان ايه ده لما يحصل مشاكل وراثيه ويعملوا تحليل للطفل. نتكلم عن الدي ان ايه والحيوان المنوي، ايه الجديد فيه؟ هو كان الاول كان بقول لحضرتك بنحكم على الحيوان المنوي بالشكل بس، دلوقتي بقينا بنعمل فحص وراثي للحيوان المنوي قبل الزرع، اللي هو تحليل حضرتك بيتشاف بيتحمل كروموزومات الحيوان المنوي قبل الزرع، ان احنا نعرف الدي ان كميه الدي ان ايه التشوه جوه داخل الحيوانات المنويه. ان لو الدي ان ايه مشوه بنسبه عاليه قوي، لا حضرتك بناخد فيتامينات او بناخد علاجات قبل ما نعمل عمليه حقن مجهري. ممكن ناخد من داخل الخصيه او ممكن ناخد بسرنجه. حضرتك عمليه الحقن المجهري دلوقتي كمان ان احنا بنشوف اللي هو كروموزومات الاجنه، ان احنا ممكن نحكم مع الاجنه. بقول لحضرتك كان بالشك ان كنا ممكن مثلا عندي سي فور امبريز او خمس اجنه، خمسه منتزين، انقل مثلا اثنين او ثلاثه. اوكي، كنت ممكن انقل اثنين واحد فيهم يبقى مشوه بينزل كويس. فدلوقتي التكنولوجي ان احنا بنختار برنامج جنين سليم اللي هو سي سي اس او اسمه بيج دي او بيج اس، ان احنا نعرف الجنين السليم هو اللي بيساعد على التصاق الاجنه داخل الرحم. انت قلت نقطه كمان مهمه، يعني انا ممكن اختار واحد مشوه واحد سليم، ممكن المشوه ده ياثر اوريدي على السليم طبعا، والاثنين ينزلوا لا قدر. طبعا. طيب دكتور احنا يعني عارفين ان حضرتك بتتعامل مع المحافظات، ومحافظات بيبقى عندهم تفكير شويه في ان هم عايزين يخلفوا اولاد، ودي يعني حاجه موجوده في مجتمعنا. بالنسبه لتحديد نوع الجنين هنتكلم عن الحالات اللي جات لك، هل معظمهم كلهم بيبقوا عايزين اولاد ولا لا، بلس ان بتختلف الخطوه دي ازاي في الحقن المجهري العادي، يعني امتى بتستخدم تحديد نوع الجنين بيختلف معاك في اي خطوه في الحقن المجهري؟ هو طبعا عمليه تحديد نوع الجنين يعني هي في الاول في اخر عمليه حقن مجهري، وربنا رايد بيكون وربنا مش رايد ما بيكونش. هي حتى لو الست عندها مثلا ثلاث اولاد او عندها ثلاث بنات وعايزه ولد ممكن تنقل، فهي في الاول وفي الاخر هي اراده ربنا فوق كل شيء. احنا بنتكلم عن الاسباب الطبيه العلم وصل ليها، ان حضرتك دلوقتي هي تبقى عمليه حقن مجهري بس بناخد خليه من الجنين، بناخد خليه اليوم الخامس، بيتم فحص الاجنه. اولا هي مش لتحديد نوع الجنين بس، هي اسمها سي سي اس اللي هو برنامج جنين سليم، اللي هو بنطمن ان الجنين ده جنين كروموزوماته سليمه، واحنا بنفحص الجينات بنعرف نوع الجنين، فممكن حضرتك ننقل مثلا الذكور ونستبعد الاناث او العكس. بالنسبه للمحافظات، في محافظات زي دمياط بيحبوا موضوع الذكور جدا. كل المحافظات مش دمياط، محافظات بورسعيد بالعكس ممكن يبقى فيه بيحبوا البنات. اه حاجه كويسه. طب ده كويس يا دكتور، يعني في بالانس او في معادله كويسه. طيب من خلال خبرتك بقى في ان كل يوم بتشوف نوعيات مختلفه من، مش هنقول عليهم عيانين لانهم مش عايمين الحالات تاخر الانجاب، مين اصعب الحالات اللي كان عندها تاخر انجاب وقدرت تحقق لها الحلم ده؟ واحساسك انت كطبيب لما بتحقق حلم الشخص ان هو نفسه يخلف يعني بيبقى عامل ازاي؟ ايه اصعب حاله؟ هو طبعا نجاح الحاجه هو نجاح الطبيب نفسه، نجاح المركز. يعني اكتر واحد بيبقى حريص على حاجه هو الطبيب. بالنسبه لحضرتك العمليات بيبقى فيه هو من الناس اللي هي تبقى فشلت كذا مره، موضوع السي سي اس اللي هو برنامج جنين سليم حل مشاكل كتير، كان عدم معلوم سبب. في برضه الناس اللي كان الاول تاخر حمل، بقى في حاجه اسمها اللي هو تحقيق اجسام مضاده او تحقيق اجسام مناعيه، ان بيبقى عندهم خجل مناعي في الجسم، وده لما يستكشف بعد يعني لما راحوا كشفوا عند اطباء. عشان كده دايما بنقول طبيب الخصوبه هو احسن طبيب. يعني ايه طبيب الخصوبه؟ اللي هو الطبيب بيعالج الزوج والزوجه وهو اللي بيمشي معاهم في عمليه الحقن المجهري. طبيب الخصوبه غير طبيب النساء التوليد العادي، طبيب الخصوبه بيبقى واخد دراسات في موضوع العقم متاخر الحمل. طبيب الخصوبه حضرتك بيبقى هو حضرتك بيتابع حاجه، الناس اللي عندهم اجسام مضاده او اجسام مناعيه بيبقى عندها عدم يوجد عدم معلوم السبب او ان اكسبريند انفيرتيليتي. بس دلوقتي مع العلم الحديث بقى في اسباب بقينا بنعرفها، ان ممكن في انتي بوديز، في اجسام مضاده بتهاجم الجنين، او في اجسام مناعيه، وفي فرق بين اجسام مضاده واجسام مناعيه، كل واحد فيهم ليه خطه علاج. حضرتك الاجسام المناعيه ان بيبقى فيه خجل مناعي في الجسم بيهاجم الجنين، بيعتبر ان الجنين ده حاجه غريبه. ايوه بيبقى خجل مناعي في الجسم بالذات لتاخر الحمل.
فبرضه حضرتك انت عارفه الطبيب اللي هو اللي بيحط البروتوكول هو المفروض هو اللي بيتابع حاجه، هو اللي بيبدا معاها من A to Z. انا شايف ان ده بيبقى انجح حاجه، ان هو الطبيب اللي هو اللي بيتابع حاجه احسن ما يبقى كذا طبيب كل مره بيبقى مختلف. يعني الطبيب اللي يبدا مع حاجه بروتوكول هو المفروض يكمل معاها من البدايه للنهايه. من A to Z. اكتر حاله اتاخر انجاب عنها وكانت هي ملخبطه وقعدت كتير، جات لك بعد كام سنه بقى؟ كانت 20 و21 سنه. 20 وعملنا نجاحات ممتازه الحمد لله. بيبقى احساسك ايه بقى لما بس هقول لحضرتك على حاجه؟ يعني في محافظات تلاقيها مثلا 20 سنه عندها قد ايه؟ ايه؟ تلاقيها صغيره 36 سنه 37 سنه وبقى لها 20 سنه. اوكي. عكس مثلا المدن زي القاهره او المدن الكبرى تلاقيها مثلا متجوزه بقى سنه سنتين عندها 40 سنه 41 سنه. فدي أوكي. بيبقى ميزه المحافظات ان الخصوبه بيبقى عندهم عاليه. انت نورتني وكانت حلقة جميلة وأنا مبسوطة إن عندنا يعني دكاترة في سن صغير وشباب زي حضرتك قادرين يحققوا النجاح ده. شرف لينا أستاذ. فأنت نورتنا وعايزين نشوفك تاني طبعًا قريب. طبعا ده شرف لينا. شكرا دكتور علي مطوع استشاري أطفال أنابيب والحان مجهري باريس فرنسا، ماجستير أمراض النساء والتوليد والعقم، عضو وزميل الجمعية الأوروبية للحقن المجهري وأطفال أنابيب، عضو وزميل الجمعية الأمريكية للحقن المجهري وأطفال الأنابيب. الأطفال أجمل حاجة في الدنيا، بتمنى ربنا يديكم النعمة دي يا رب. كل الناس اللي بتشوفنا عندها مشكلة في الإنجاب تحقق حلمها، ويا رب دايما يديكوا الصحة. أشوفكم في فقرات مختلفة وإزاي الصحة. هذا البرنامج برعاية الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود الدولة للحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل. القوات المسلحة المصرية تواصل تنفيذ أنشطتها المكثفة ضمن فعاليات التدريبات المشتركة الصباح 1 اليرموك 4 بدولة الكويت الشقيقة. وكيل البرلمان يؤكد أن مادة شيخ الأزهر غير معروضة نهائيا ضمن التعديلات الدستورية المقترحة. الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم على تلفزيون النهار. أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتناول الاجتماع استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادي حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا. ووجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار، كما وجه سيادته بتكثيف جهود مؤسسات الدولة وتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التي من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة في صياغة استراتيجيات وسياسات لمواجهة الفقر. كما
استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أهم نتائج البحوث الإحصائية التي تمت في مجال الدخل والإنفاق والدعم، والتي ساعدت في الحد من الزيادة في نسبة الفقراء، في حين أشارت الوزيرة إلى أن برنامج واستراتيجية الدولة لمكافحة الفقر بتهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. تواصل عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية تنفيذ أنشطة فعاليات التدريبات المشتركة الصباح 1 واليرموك 4، والتي تنفذ بالتزامن على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية والقواعد الجوية لدولة الكويت الشقيقة. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه كافة القوات في الإعداد والتجهيز لتنفيذ المراحل الختامية للتدريبات التي تشمل تنفيذ عملية إبرار بحرية وتأمين رأس شاطئ وتطهير بؤرة إرهابية مسلحة بالتعاون الوثيق بين مختلف الأسلحة والتخصصات، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين على مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكد وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان أكد أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر. كما أوضح وهدان أن المادة السابعة من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم تر ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصر على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات. هذا وتنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤوليته الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. أمرت النيابة الإدارية بإحالة 2 من العاملين بالهيئة القومية للبريد بمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسهما مبالغ مالية من حسابات العملاء قدرت بنحو 75,000 جنيه. وأحالت النيابة العامة كل من وكيل مكتب بريد ناجع معين سابقا وحاليا موظف بمكتب بريد قوس، ووكيل مكتب بريد الحجيرات بقنا سابقا وحاليا موزع بريد بمكتب بريد النوافلة. أقام حزب مستقبل وطن منافذ متحركة لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمنطقة طرى بمحافظة القاهرة. في محافظة الجيزة نظم الحزب ندوة تثقيفية بنادي المعلمين بشارع البحر الأعظم حول أهمية المشاركة السياسية، وتنظيم زيارة لحوالي 150 شابا لمعرض الكتاب بالقاهرة الجديدة. في الإسماعيلية نظم الحزب قافلة طبية بجميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية أبو عطوة بمركز الإسماعيلية، فضلا عن توزيع الملابس الشتوية بالمجان على الأسر الفقيرة بحي السلام بمدينة الإسماعيلية. وإلى البحيرة حيث أقام الحزب منافذ متحركة لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة لملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، التي أسفرت عن مصر عنصرين إجراميين وضبط 70 قضية مخدرات و39 قطعة للسلاح الناري. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانا لترويج المواد المخدرة،
فقد استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنطقة بحملات أمنية مكبرة أسفرت عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية بالمنطقة وبحوزتهما بندقيتان آلي و16 خزينة سلاح وطلقات نارية، وأسفرت الجهود عن ضبط 39 قطعة سلاح نارية متنوع منها RPG وكذلك 70 قضية مخدرات من بينها 15 كيلوغرام هيروين وتنفيذ إزالات على مساحة 450 فدانا لعشش وحظائر كانت تستخدم وقرا للاتجار في المواد المخدرة وتنفيذ أحكام وضبط 4 دراجات نارية دون لوحات. نهاية موجزنا الإخباري، أشكر لحضراتكم كرم المتابعة، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية يوم جديد وإن شاء الله يوم سعيد عليكم وعلى كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من لقمة هنية. النهاردة هنعمل وصفات حلوة جدا، هي مش سريعة الصراحة وبتاخد شوية وقت بس تستاهل الوقت اللي هتاخده. هنعمل النهاردة إيه؟ النهاردة هعمل جلاشة بالفراخ، هنشوف ازاي هنعمل الجلاشة دي سوا. كمان النهاردة هعمل قالب ورق العنب باللحمة المفرومة والخضار، قالب محشي ورق عنب فيه رز ولحمة مفرومة وخضار متقطع صغير، هنشوف تفاصيله وهنشوف كل التركات بتاعته. هنعمل كمان النهاردة كانيلوني، احنا عملنا قبل كده في البرنامج هنا كانيلوني، عملناه بوصفة مختلفة شوية عندي وعملنا عجينة الكانيلوني نفسها من البداية للنهاية. النهاردة انا هستخدم الكانيلوني الجاهز، وعندنا تقدروا تخشوا على يوتيوب تشوفوا وصفات او وصفة ومقادير الكانيلوني المعمول في البيت. انا دلوقتي هاخد فاصل، بعد الفاصل هرجع هقول لكم هنعمل ايه بالظبط، استنونا. هذا البرنامج برعاية أروبا، بيقولولي بشطارة بغير في هدومي وخلصها بشياكة، بالميكرو بص بروح واجي وبوفر بمزاجي وخلصها بشياكة، بس في أصعب أيامي قماشة مش نفعاني مع أولويز نعومة ما تتصدقش، إحساس بنظافة ما يتعوضش ويخلصها بشياكة، أولويز دلوقتي بـ8 جنيه وبس، خلي أيامك أحلى. احنا اليوم جايبينك معانا في تحت السيطرة علشان نعرف بالظبط انت قد ايه حياتك هي تحت السيطرة. يا ريتك مجيد. ولو حد في الوقت ده قالك اعتزل هتزعل ولا لا؟ نعم. ده فيديو الفنانة احلام انتشر على السوشيال ميديا. ما بدي اسمع، ما بدي اسمع يا جماعة. انت حابب فضل شاكر يرجع يغني ولا لا؟ ما راح اقول ان انت طلعت قلت انا كمطرب عربي رقم واحد. مبالغة ليس لها أي معنى. بنتي ما بدي حدا يعرف وشها. عيب نحكي بهذا الموضوع. مين النجمة اللبنانية اللي ممكن تعمل لها فولو؟ عم تعمليني مشاكل. في رأيك أي نجم إطلالته اللوك الخاص به أفضل؟ هذا سؤال ملغوم. طلبت باعتزال الفنان جورج وسوف. جرسينا. إيه اللي حسيت إنه أنت دلوقتي لازم تغيره فوق القصة؟ إيش اللي هتضعه من وجهي يا خيب؟ تحت السيطرة مع أروى. الخميس 9:30 مساء على النهار. بتحب الاكل؟ وليه قطاع؟ مفيش حاجه ناكلها هنا يا جدعان. مش بتعرف تفكر وانت جعان؟ شويه شاي نصيح بيهم ولا لقمه نتقوب بيها. بتاكل كتير وخايفه تتخنق؟ بموت
بيموت في البانيه ده بس بيتخن. بتعرفي تطبخي؟ ما تقصي الورقه نصين. قصتها. بتحب اكل البيت ولا اكل الشارع؟ طب نجيب اكل سبايسي ولا عادي؟ اسئله كتير. مطبخ نايم قوي بس دلوقتي على النار. وعشان الصوره تكمل، هنعمل محشي كوسه، هنعمل محشي فلفل، اكلات شرقيه وغربيه. الله، كل ما بحلق عينيك اكله واتحزمت عليه. عايزين نعمل كمان طاجن المسقعه لاول الشهر واخره. انا اللي دافع حق الفول والطعميه اللي عندي. وصفات صحيه، فول الدوره بالفراخ جديده حلوه بتاعتي وعلى قد الجيب، تكلفتها مش غاليه علشان نرضي كل الاذواق. طاجن لسان عصفور للقوانص. انا على الغدا هقول لهم الموضوع ده. كل الاكلات ماشي 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 ماشي، كل الوصفات لكل العيله. كله بقى على النهار. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانيه. رجعنا من الفاصل بعد ما قلنا هنعمل ايه النهارده، بس لسه ما قلناش المقادير ولا قلنا الخطوات. تعالوا مع بعض نبتدي. اول حاجه بجلاشه الفراخ نعملها، وبعدين نخش على طول بعد جلاشه الفراخ عن الكانيلوني. يلا بينا. بصوا بقى مقادير جلاشه الفراخ. عايزين فرخه كامله متفصصه، تبقى بقى مسلوقه او مشويه زي ما انتم حابين. انا برشح لكم ان هي تكون مشويه. زبده صفراء، حزمه بقدونس، عايزين الورق بتاعها بس، ورقه جلاش، جنزبيل باودر، فلفل اسود، زيت هنشوف هنعمل بيه ايه، خمس بيضات، 3 كيلو بصل، طبعا كميه بصل كبيره جدا. بس كده، هي دي المقادير اللي احنا هنستخدمها النهارده. انا محتاج بس شيف ممكن تدخل لنا لبن، عايزين لتر لبن. هقول لكم هنعمل ايه باللبن ده، براحتك دخله لنا براحتك خالص، تلاش. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هاجي هنا حاطط طاسه على النار فيها شويه زيت كده حلوين. عندي هنا البصل، بصوا 3 كيلو بصل ده لو هنعمل 3 فرخات، انا النهارده هعمل فرخه واحده، حلو؟ فهستخدم كيلو بصل متقطع شرايح، تعالوا نبص عليه، ده كيلو بصل متقطع جوليان، زي ما انتم شايفين كده، هيدي طعم حلو جدا للوصفه دي. عندي هنا الفراخ جنبي وعندي البصل، هجيب بس كده الملح والفلفل، ونبص كده على الزيت بصه، اخباره ايه؟ لسه حطيت فيه بصلايه عشان اشوف وصل لايه. هستناه كمان دقيقتين كده واقول لكم هنعمل ايه حالا دلوقتي. الجلاش دايما خلوه ملفوف لغايه ما تيجوا تستخدموه على طول، عشان لو اتفتح بينشف الورق بتاعه، بينشف، فلما نيجي نفرده بيتقطع او بيبقى ناشف، مش عارفين نفرده بالشكل اللي احنا عايزين نفرده بيه، فخلوه دايما مقفول كده في الورقه بتاعته لغايه ما تيجي مرحله استخدامه على طول. ممكن استغل هذه الفرصه واجي هنا اجيب الطاجن الازاز اللي انا هستخدمه للجلاش، واجيب كده مكعب زبده وبايدي كده ابتدي افرد المكعب ده في الجوانب وفي قاعده الصينيه اللي انا هستخدمها. لو ما عندناش دي عادي ممكن نستخدم صينيه، بس تكون نحاول نجيب صينيه تكون الاكل ما بيلزقش فيها، النوع بتاع الصواني اللي الاكل ما بيلزقش فيه بالشكل ده. هنا الزيت سخن خلاص، هعمل ايه؟ هنزل بالبصل دلوقتي. انا عايز اطريه بس مش عايز الونه خالص، وهو كده على النار هياخد رشه من الملح ورشه من الفلفل. قول يا ابو حميد كان عندك فيها مشكله. يلا هننزل بالمقادير مره ثانيه عشان لو ما كنتوش شفتوها تقدروا تنقلوها دلوقتي. انا هنا حطيت ملح وفلفل، هدي تقليبه سريعه، نقلب نستمر في التقليب. شوف شرارة، ممكن شوية لبن من فضلك، وندي تقليبة. أنا ليه عايز اللبن ده وليه طلبته من شيف شرارة دلوقتي؟ علشان أنا دلوقتي هعمل حاجة اسمها أبراي.
ايه الابراي ده؟ ده عبارة عن لبن وملح وفلفل وبيض. لبن وملح وفلفل وبيض بيعملوا ايه؟ هم دول اللي انا هنزل بيهم على الجلاش علشان يرتفع ويبقى طري. هيبقى طري من جوه ومقرمش من بره. هنزل هنا بالفراخ في النص. تقليبة سريعة. واسيبهم كده على النار حبة بسيطة. قبل ما اسيبهم بس على النار هكون جبت الجنزبيل الباودر نزلت بيه هنا. وديت تقليبة سريعة. وبعدين نجيب طبق بس نحط فيه الحاجات. هاجي هنا الزبدة دي انا كنت حاططها في المايكرويف علشان تسيح علشان حالا هقول لكم هعمل بيها ايه. بصوا بقى في الوصفة دي انا مش محتاج جلاش متناسق او شكله نفس الشكل. فتقدروا في الوصفة زي اللي انا بعملها النهاردة دي تستخدموا اي نوع من انواع الجلاش. حتى لو عندكم جلاش في البيت مش منتظم او مش مستوي ينفع تستخدموه في الوصفة دي. هاجي هنا هحط جلاش وهحط رشة من الزبدة واجي تاني كده هحط هنا جلاش رشة من الزبدة كمان جلاش تاني حتى لو نزل ورقتين ورقتين ما عندناش اي مشكلة في الوصفة دي. تعالوا بس ندي تقليبة هنا سريعة للفراخ. الله على الفراخ. ناخد الفراخ دي من على النار كده نحطها جنبينا هنا وندي بعد ما طلعت من على النار هديها بقى البقدونس. بلاش تحط البقدونس على النار نفسها. وندي تقليبة هنا حلوة للفراخ مع البصل اللي اتكرمل ده والبقدونس اللي لسه محافظ على لونه علشان ما نزلش على النار على طول. بعد ما طلعنا من على النار حطيناه. حلو جدا. يلا نكمل هنا. هنا بقى هاخد اللبن اللي الشيف جابه. شكرا يا شيف. وهحط هنا اللبن وبعدين هاخد ملح وفلفل اسود على اللبن والبيض. فلفل اسود ودول هيتضربوا مع بعض حالا دلوقتي. هخلطهم كده بس مع بعض يختلط اللبن مع صفار البيض وبياض البيض. هوريكم حالا هنعمل ايه بعد كده. خلاص بصوا اللون بتاعه تحول اصفر شويه. هو ده انا محتاجه في النهايه. هاجي هنا هنزل بالخلطه دي. همسك كده الحله وانزل بالخلطه الخطيره دي. خلطه بسيطه بس خطيره في نفس الوقت. نفرد كده اهوت بس مش عايزين نجيب على 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 الحروف. يدوبك كده بس قبل الحرف بسنتي كده ليش؟ علشان يحافظ على الحشوة جواه. وبعدين هاجي هنا رشة من الزبدة شوية زبدة كمان هنا آخر فراق من الجلاش. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط الزبدة في النص كده بقية الزبدة بقى كلها وفي الجناب وفي كل حتة. هجيب شوكة والشوكة دي هخ...
بخرم بيها كده، بحط صباعين وادي خرم بالظبط بالشكل ده. وبعدين هجيب البيض باللبن وانزل هنا. اتاكد كمان تاني ان الاخرام شغاله علشان تدخل الخلطه دي جوه الجلاش اللي انا بعملها. بالشكل ده. دي هتخش الفرن درجه حراره 170، هتقعد تلت ساعه، هنشوفها اول ما تخرج. يلا نكمل الوصفات. هنا بقى هجيب طاسه على النار اسخنها كويس جدا واقول لكم مقادير الكانيلوني نعمله على طول. يلا بينا. مقادير الكانيلوني، هقول لكم مقادير الكانيلوني اللي احنا عملناها في حلقه قبل كده. النهارده انا هستخدم كانيلوني جاهز بس احنا عملناه في حلقه سابقه. كانت ايه مقاديره؟ كوبايتين دقيق وكوبايتين لبن، ثلاث بيضات وملح وفلفل بس. وعملناه في الطاسه وبعد كده لفيناه وحطينا جواه اللحمه المفرومه وحطينا عليه البشاميل وعملنا كل حاجه. اللحمه المفرومه بقى اللي احنا نعملها النهارده، مقاديرها نص كيلو لحمه مفرومه، معلقتين كبار زيت، ربع كوبايه جزر متقطع مكعبات صغيره، وكوبايه بصل ابيض متقطع مكعبات صغيره. ليه بقول بصل ابيض؟ عشان في بصل اصفر واحمر، فاحنا عايزين بصل ابيض في الوصفه دي. جوزه الطيب رشه صغيره، نص كوبايه طماطم مكعبات، بيوريه طماطم معلقتين، فلفل حامي حلقات، نص كوبايه جبنه مشكله. يعني هاتوا بقى شوفوا ايه بواقي الجبن اللي عندكم وهاتوها في الوصفه دي. البشاميل هنعمله برده سوا، معلقتين زبده ومعلقتين دقيق، لتر لبن، ملح وفلفل، وجوزه الطيب. يلا بينا. هنا حطيت طاسه على النار تسخن قوي، وبعدين هجيب حله واحطها هنا على النار برضو عشان تسخن كويس. وعايز الحله تبقى بارده وتسخن واحده واحده. ليه؟ علشان دي بتاعت البشاميل، يعني بتاعت الزبده والدقيق مش عايزهم يلونوا عشان البشاميل ما يبقاش لونه بني، ممكن يبقى لونه مصفر شويه عادي لان هو فيه زبده والزبده لونها اصفر. دي حله ستان ستيل عشان كده هستخدم مضرب ستان ستيل. هنزل هنا كده الزبده تسيح، جنبي هنا الدقيق، وهجيب اللبن بتاع البشاميل. البشاميل اللي انا بحبه هو عباره عن زبده ودقيق ملح وفلفل وجوزه الطيب بس، ما بحطش فيه حاجه تاني، وده بيديني انا شخصيا احسن طعم من وجهه نظري، ما بحسش ان انا محتاج اضيف حاجه تاني للبشاميل، هو كده بيبقى طعمه مظبوط جدا. لان البشاميل هو صوص مش المفروض ان هو يغطي على طعم الاكل، المفروض ان هو يحسن طعم الاكل، يظهر طعم الاكل اللي انا بحط عليه البشاميل ده، فعشان كده ما بحبش اضيف له مكونات تاني غير كده، هو كده بس. الطاسه دي سخنت كويس جدا، حالا دلوقتي هجيب اللحم المفروم، بس هستنى لحظه الزبده تسيح، ممكن بس احضر جنبي مقاديره ومكوناته. لا استنى بس نعمل اللحمه المفرومه ونطلع فاصل. هنا الزبده بدات تسيح، في الخطوه دي انا ممكن احط الدقيق. خلونا نجيب المضرب اهو. المضرب حطيت الدقيق هنا ونزلت وبالمضرب بدات اخلط العجينه بتاعت الرول اللي انا بعملها اللي هي عباره عن زبده ودقيق نفس المقدار بالظبط، مش عايزها تلون مني بالشكل ده. وبعدين هجيب هنا اللبن وهنزل باللبن ربع كميه اللبن الاول، وبعدين تقليبه هتلاقوه تقل بعد ما يختلط ويمتزج كويس، بعد ما نبقاش شايفين فيه اي وبدأه مش شايفين فيه دلوقتي اي حبيبات، هنزل بقى بقيه كميه اللبن كلها بالشكل ده وهدي تقليبه سريعه يختلط مع بعضه وهشيله من على النار. بصوا بقى انا في الكانيلوني النهارده مش هسلق الكانيلوني نفسه. ليه؟ لان انا هعمل بشاميل خفيف، هخلي البشاميل ده هو اللي يسوي الكانيلوني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اتاكد بس ان مفيش اي حاجات، اي كتل دقيق مش دايبه.
كده بالنسبة لي البشاميل مية مية، هطلع بيه من على النار، الطاسة سخنت على النار، هنزل باللحمة المفرومة على طول، مش هنزل بالبصل ولا بالجزر ولا بالطماطم. وده بيعمل ايه؟ بيكرمل اللحمة المفرومة، بيديها ريحة قوية جدا ولون حلو جدا. الدهون بقى انا ما حطيتش حتى زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة، ده هيتحط في الخطوات التالية. اللي بيحصل دلوقتي اللحمة المفرومة بتتشوح كأنها مشوية، يديها طعم حلو جدا. حالا يا ابو حميد هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هطلع بشوية اللحمة دول اللي خدوا لون جراي وانزل ببقية اللحمة. حالا ده هيحصل حالا دلوقتي. نطلع بشوية اللحمة دول، ننزل تاني هنا بالطاسة، نحط بقية اللحمة ونطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكون شوحنا اللحمة، نوريكم هنعمل ايه بعد كده. استنوا. هذا البرنامج برعاية طيب نظافة ومفاجآت. خربشي الاستيكر الملزوق جوه العبوة، ابعتي كود في رسالة على 2624 هيوصلك كوبون على موبايلك. وجبة مجانية من كي اف سي. للإعلان على شبكة تلفزيون النهار، الوكيل الإعلاني ميديا لاين. الاتصال على الأرقام التالية: 1000. ازيكم؟ عاملين حاجات النهارده بقى خطيره جدا. بصوا اول حاجه بقى ايه هبتدي بيها، هتخش المطبخ ساعه زمن واحط لها بقى شويه شوربه، مفيش اسهل من كده. السوق دلوقتي كله مليان انواع كتيره من الدقيق، هياخد يعني 10 دقايق. ممكن فراخ، ممكن لحمه، لطيف وهنقدمه بشكل حلو قوي. بايركس كوسه بالبشاميل سهل جدا، هتطلعي مخلصه الاكل وغاسله المواعين الاثنين. خلي بالكم ما تجيبيهاش بقى على الاطراف، مش هتحس ان انا بحضر العفريت. السلام عليكم. اكل بيتي مع مروه الشافعي، اليوم 2 ظهرا على النهار. هذا البرنامج برعاية مصر. بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. كرملت بقيه كميه اللحمه وحطيت اللحمتين على بعض، الكميتين. ليه عملتهم على مرتين؟ علشان زي ما احنا متعودين ما بنملاش الطاسة قوي علشان ناخد لون وناخد كرملة. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط دلوقتي البصل. طب كده البصل مش هيتشوح؟ اه مش هيتشوح، بس طعم البولونيز ده هيبقى حلو جدا. دي طريقة من ضمن الطرق احنا عملناها قبل كده بالطريقة المعتادة، ان احنا شوحنا البصل وبعدين حطينا اللحمة وحطينا الجزر وبعد كده حطينا اللحمة. المرة دي انا بعمله بطريقة مختلفة شوية. دلوقتي هنزل برشة من جوز الطيب. طبعا واضح جدا انا بحب جوز الطيب وبستخدمها في معظم الوصفات، يعني اتمنى ان انتوا تسامحوني لو انتوا ما بتحبوش جوز الطيب. وبعدين هحط هنا ملح، فلفل اسود، واحضر جنبي معجون صلصة الطماطم. بس قبليها هحط الفلفل الحامي،
هدي تقليبة سريعة كده. هل أنا هنا عايز أسويها تسوية تامة؟ لا، لأن أنا لسه هحط الكلام ده في الفرن، فما عنديش مشكلة أن أنا دلوقتي أخلص التسوية. هحط دلوقتي معجون صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم الفريش، تقليبة الخلطة دي لازم تجربوها في مرة، حلوة جدا. دي من أكتر وصفات العصاج، لو ينفع نسميه عصاج، اللي أنا بحبها على الإطلاق. طعمها حلو، طعم جدا، فيها قيم غذائية، فيها خضروات مختلفة. أنا كده خلاص خلصت ده. هعمل إيه بقى دلوقتي؟ الجبنتين أهم، وده البشاميل الخفيف، جوزة الطيب ما حطيتهاش عليه، فهحط رشة صغيرة من جوزة الطيب. تقليبة سريعة، نلم الحاجات دي خلاص مش عايزينها. وبعدين نجيب بقى الصينية بتاعة الكانيلوني اللي هنحط فيها الكانيلوني، ونجيب مغرفة ونقرب من كده هوت. أنا مش عارف أنت كده شايف ولا عندك مشكلة يا أبو حميد. احنا النهاردة قاصدين نعمل بشاميل خفيف علشان يسوي الكانيلوني، وناخد كده معلقة هنا من البشاميل ننزل بيها. وبعدين نجيب الكانيلوني نفسه، نطلع اللحمة المفرومة من على النار، نديها تقليبة، نيجي هنا كده نجيب طبق حلو نبص كده على جلاشة الفراخ. ممكن تبص كده أبو حميد على الجلاشة، بصوا البيض نزل تحت، ما بقاش مغطي السطح زي ما كان باين في الاول. قربت تستوي؟ ايوه قربت تستوي، وبدا لونها يبقى حلو جدا. قدامها قد ايه؟ قدامها بالظبط 10 دقائق هنطلعها واحنا شغالين مع بعض. تمام يا ابو حميد؟ طيب يلا بينا، يلا بينا، انا مش هتحرك من هنا اصلا، يلا بينا. بص بقى هعمل ايه، هاجي هنا هقرب دي كده هوت، وهجيب معلقة وهبتدي أحشي الكانيلوني. مش عايز أحشيه قوي عشان هو لسه هينفش. وهعمل بقى الخطوة دي كذا واحدة منها كده، هوريكم مثال كده سامبل وبعدين نكمل شغل. بصوا دي كده انا حشيتها بالشكل اللي انا محتاجه، من هنا عامله كده، مش عارف انت كده شايف يا ابو حميد ولا لا، ومن كده عامله كده، كده اهوت، كده اهو، هو ده الصاروخ الار بي جي اللي احنا عايزين نعمله في الحلقه دي. تمام، نبتدي بقى نحطها بالشكل ده. هنعمل بقى قد ايه؟ هنعمل كتير، فممكن بقى عشان ننجز نفسنا نقرب كده ونبتدي ندخل كده بالشكل ده. ده هيبقى اسرع كتير واسهل. الاولانيه بس عملناها بالراحه عشان نشوفها سوا، بس احنا طبعا ايه عشان ننجز نفسنا بنعمل بالشكل ده. هل كده وصلت للناحيه الثانيه؟ اه خلاص وصلت، فاضل بس ايه واحدتين ثلاثه كده، خلاص اهي نفس الكلام، وصلت من هنا مليانه ومن هنا كمان مليانه. يلا بينا نكمل. من الوصفات السهلة جدا السريعة، ما خدتش مننا وقت، وكمان انتوا تقدروا في البيت تعملوا العجينة بتاعت الكانيلوني بقى، لأن أنا عملتها قبل كده في حلقة، فقلت النهاردة إيه عشان نعمل وصفات جنبيها كتير تانية، قلت مش هعمل لكم العجين عشان إحنا عملناه قبل كده مرة. هملى هنا الكانيلوني، بصوا بمعلقة كده وتضغطوا بالشكل ده، هتلاقوه طلع الناحية التانية على طول، هوريكم الناحية التانية حالا دلوقتي. طلع من الناحية التانية اهو، وموجود في الناحية دي.
كان زمان. الكانيلوني ده موجود في الأسواق وفي السوبر ماركتس، نوع كده معين مستورد غالي قوي. دلوقتي بقى في شركة مصرية عملته، بقى موجود في السوق بنفس سعر المكرونة، أغلى سنة شوية، أغلى سنة بسيطة قصدي، فتقدروا بقى تجيبوه تشتروه، مش غالي خالص، تقريبا بنفس سعر كيس المكرونة العادية. طبعا مش هينفع أقول لكم اسم الشركة دي بس انتوا هتعرفوا. وبعدين نكمل. نفس الكلام في اللازانيا برضو، ما كانش فيه لازانيا مصرية، دلوقتي بقى فيه لازانيا مصرية في السوق، وده شيء جميل جدا. زي الفل. يلا نكمل. احنا بعد ما نخلص دي على طول هنطلع، قبل ما نطلع فاصل هنشيل الجلاشة من الفرن لان هي خلاص استوت. لما فتحنا عليها اصلا وبصينا عليها سوا كان قدامها بالظبط 10 دقايق، فاحنا خلاص كده بعد ما نخلص دي هيبقى بقالنا 10 دقايق نقدر نروح نشيل الجلاشة من الفرن. اكملت من الناحيتين خلاص، حطها برضو هنا اهوت. انا مش هكتر، انا هكمل 3 كمان يكملوا الصف بس. شوية بقى البولونيز المتبقيين دول، انتوا عارفين بقى احنا بنعمل فيهم ايه، احمد عبد الحميد المخرج بيتعشى بيهم على طول. يا دوبك كده يا ابو حميد تصبيرة، انت هتقول لي يا دوبك كده بس عشان على ما تروح تاكل تاني. كده دي كمان اتملت، اللحمه طلعت من الناحيه الثانيه خلاص اهي، الناحيتين نحطها. تعالوا نحط واحده كمان، لا كفايه كده عشان هي بتنفش، لما بتشرب من الصوص بتنفش. تقليبه كمان كده، وبعدين ننزل بالبشاميل الخفيف اللي احنا عاملينه خفيف عشان يسوي الكانيلوني. وبعد ما نزلنا بالبشاميل الخفيف نحط الجبنه، شويه جبنه موتزاريلا كده من فوق. ده هيخش الفرن درجة الحرارة تكون 170، هيقعد في الفرن بالظبط 3/4 ساعة، هيطلع زي الفل، هوريهولكوا أول ما يطلع من الفرن. يلا بينا نحط دي في الفرن ونطلع. أنا عايز أحط دي تحت كمان لأن أنا مش عايز الجبنة تسيح بسرعة، فهحطها هنا تحت وهطلع الجلاشة الجميلة اللي إحنا عملناها. استنى بس لما ألبس العدة بتاعت الفرن. يلا بينا يلا بينا. هي دي جلاشة الفراخ، مفيش أحلى من كده. دلوقتي أنا هطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع هنشوف إزاي مع بعض هنعمل وصفة برضو سهلة جدا وبسيطة، إزاي سوا هنعمل قالب المحشي اللي محشي إيه، هو محشي ورق عنب ومحشي لحمة مفرومة ورز. استنونا كمان شوية. هذا البرنامج برعاية الأطفال، بيحبوا الإحساس بالهواء عشان بيساعدهم يقضوا ليلة جافة مع بامبرز. بامبرز الجديد بقنوات هوائية مميزة بتسمح بمرور الهواء عشان البشرة تتنفس طول الليل وتفضل جافة لحد الصبح. بامبرز. سلوى الست اليوم بمجتمعاتنا بتعاني من الست الأخرى ولا من الرجل؟ في ثوابت، يعني انت لما يبقى فيه ثوابت فاهم ازاي ما بتتقلقليش قوي. قطع الرجاله. انت نوعي تشككي؟ الحب في حد ذاته بيديكي حاجات جميله جدا. حبك حد
ورفضتي. انا ما اقدرش احب حد اللي زي هو حبيني الاول، فيخليني احبه. سلوى، انت شخصيه بيخافوا منها الرجال؟ لا، بحس ان الست هي اللي هتعاكس الرجاله. خلاص كده، مش مفتكره اي كلمه تعكست فيها؟ لا والله، لو تعكست هقول يعني مش هتقول. طب نفسك تتعكس ازاي؟ ما اعرفش بقى، انا كمان هطلب ما حدش هينفعك غير قرشك وصحتك، لا حب هينفع ولا اهل تشفع. دي عزيزه. قطع الرجاله مع راغده شلوب، الجمعه 9:30 مساء على النهار. الإحصائية دلوقتي يا فندم في عام 2018 مليون حالة طلاق. أنا من منطقة تل عارف، بقول لحضرتك إحنا طلعنا بقالنا 3 سنين من مكاننا ورمونا في الشارع بالقوة الجبرية ومتمرمطين لغاية دلوقتي، ما خدناش من الحكومة أي بديل. نقلة جميلة جدا، ده انا كنت بشوف شباب كانوا ما بيقعدوا يشربوا حاجات مش كويسة وبتاع وحاجات من ده، هنا كل ده راح، انتهى. يعني انا استغربت، يعني دي خلت دي برورت السيدة زينب. ما حدش يتوقع ان كانت دي هتحصل كده، عشان تبقى عارف الله اكبر، منطقة بقت حلوة والناحية التانية شطبت وفي شغل جامد هنا، الله اكبر. يعني هجر أهالي الوراق، ما الوراق اهي، حتى لو يعني ما حدش يرضى بكده، ما الناس قاعده اهي كويسه، مش حاجه، مش اي مشكله، ما فيش حد طلع حد من بيوته ولا اي حاجه. لا، ما فيش حد اتطرد طبعا من بيته. لا ما شفناش حد مش من الوراق. لا ما شفناش حد مش من الوراق خالص، ولا حد بيته قدامنا. لكن هنا ما فيش اي حاجه، هنا الدنيا ماشيه تمام، ما فيش اي غلط. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل بعد ما كنا خلاص طلعنا الجلاشه من الفرن، وانا الصراحه في الفاصل قلبتها، وفي نفس الوقت كنا حطينا الكانيلوني في الفرن. الكانيلوني خلاص خد وقته، زي ما قلت لكم كده بيقعد تقريبا 20 دقيقه فعلا عدوا، فاحنا محتاجين دلوقتي نطلع الكانيلوني من الفرن ونشوف ازاي هنعمل بقى قالب المحشي، اللي محشي رز ومحشي خضروات مختلفه هنقولها حالا، ومحشي كمان بطاطس وفي لحمه مفرومه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا الكانيلوني خلاص خد لون، هجيب بس حاجة أطلع بيها. هسيبه هنا كده يستهدى. قبل ما أحاول أقدم منه لازم يكون استهدى شوية علشان أعرف أقدمه. طيب يلا بينا، تعالوا بقى أقول لكم مقادير قالب ورق العنب باللحمة والخضار. يلا بينا. ورق عنب، لحمة مفرومة نص كيلو، كوبايتين عصير عنب، ملح وفلفل، زبدة، معلقتين زبدة، روز ماري فريش أو مجفف على حسب أنتوا عندكم إيه، بصل مفروم، جنزبيل فريش مفروم، مكعبات بطاطس صغيرة ومكعبات جزر صغيرة، مع كوباية رز وورق العنب زي ما قلنا. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. يلا بينا. حد كان هيقول حاجة؟ بصوا بقى دلوقتي دي المقادير اللي قدامي، وانا هوريكم حالا هبتدي ازاي وهعمل ايه. هاجي هنا، الطاسه سخنت كويس جدا، اجيب الزيت وبعدين هنزل بالبصل للتشويح، وابتدي اقلب، وبعدين انزل باللحمه المفرومه، ونقلب. ليه بعمل كده بظهر المعلقه؟ علشان افرول اللحمه المفرومه، مش عايز اللحمه المفرومه تبقى مكلكعه، عايزها تبقى مفروله. بعد ما عملت كده هنزل بالجزر، كل ده احنا في التشويح.
طالما ما حطيتش سائل يبقى لسه بشوح. نكمل تقليب. دلوقتي ممكن احط الثوم، احط الجنزبيل الفريش قصدي، عفوا الجنزبيل بقى ده بيدي ريحه خطيره جدا. جنزبيل فريش مفروم، ما كانش موجود قبل كده زمان الجنزبيل الفريش ده في الاسواق قوي، بس مؤخرا كده من 5-6 سنين بدا يبقى موجود بشكل كبير. ندي تقليبه كده حلوه، وبعدين ننزل بالبطاطس. عايز بس اصفي البطاطس من الميه، نحطها في ميه عشان ما تسودش. صفيتها خلاص من الميه، هرجع بيها تاني هنا. هنزل بالبطاطس، تقليبه حلوه، دلوقتي هنزل بالرز.